السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله دكتور، ازاي سعادتك؟ ازيك استاذ عماد؟ ازاي؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا دكتور عمران؟ لسه الدكتور عمران مش معانا. يا استاذ عطية ازاي حضرتك؟ We didn't want to stress anybody there and ask for the things that you're earlier back to them. Should just enjoy it for themselves and yeah, come back as early as possible. The experience always, like playing a tournament, not knowing where it will go to, then qualifying in the hardest possible manner for the final, and then against the tournament, the favorite for the tournament for the win, playing a game like each and played was an absolute great final. When you think about what they all invested already before both teams and how hard they fought, and especially each and how hard they fought to keep them quiet, this incredible talent of Senegal. Alaikum, Dr. Omran. Yes, that all helps in the long term, but I don't think you have من عندك يا دكتور مصطفى؟ a lot of space. Oh, حاعمله. على ما. Or determination in his mind or whatever he is. أستاذ أسامة مساء الخير. أستاذ أسامة، السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور، ازاي حضرتك؟ كيفك وسط حالك يا رب؟ ربنا يبارك لك. ازاي الحال؟ انا عمال امسي على حضرتك بس واضح ان انت ما كنتش لسه في حياتي. الله يخليك ويكرمك. ربنا يديك الصحة. احنا لسه على قيد الحياة. ربنا يديلك الصحة يا محمد، ربنا يديلك الصحة. الله يكرمك ويخليك. ربنا يدي لحضرتك الصحة ويطمنا عليك دايما يا رب. يا دكتور مصطفى الله يخليك. ازيك يا دكتور محمد، ربنا يطمن عليك. الله يكرمك ويصلح لك حالك يا رب. يا رب يا رب. سمير بدي الجوزة حضرتك. مساء الخير عماد بيه. مساء الخير. اهلا وسهلا. استاذ اسامة مساء الخير عليكم. اهلا وسهلا، نور الدنيا. يا أسامة بيه ازاي سعادتك؟ الخير يا سمير بيه، منور. ازيك يا استاذ أسامة؟ خليك أسامة يا باشا. ازيك يا معالي الدكتور؟ ازيك يا سمير بيه؟ ازيك يا باشا. عامل ايه الجو النهارده في اسكندريه؟ عامل ايه؟ لا تمام، النهارده الجو حلو. النهارده مش ساعة ولا مطر ولا حاجة؟ لا النهارده كويس قوي الجو كان. ان شاء الله دايما، ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. الله يخليك أسامة يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عماد إزاي حضرتك؟ أستاذ عطية. أستاذ عطية إزيك؟ إزيك؟ الحمد لله. دكتور وحشنا جدا يا أستاذ عطية. إزاي صحتك؟ إزيك أستاذ عطية؟ الحمد لله. دكتور محمد عمران إزاي حضرتك؟ أستاذ عطية أنا أسامة إيميل، بس إزيك؟ عامل إيه؟ وحشنا جدا. الله يخليك أستاذ أسامة، وحشني والله. والله أنا عايز أقول لك الجو عندك أحسن ولا في اسكندرية أحسن؟ والله كان من اسبوعين كده كان الجو برد وصل لثلاثة. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت عندكم كده ممكن ثلاثة دي؟ بس الرياض ممكن. الرياض انت في الرياض؟ لا ثلاثة صعب قوي ده بقى. اعطيه طبعا. بس بدأ يتظبط دلوقتي يعني الحمد لله.
ربنا يستر عليك يا حبيبي. الله يخليك حبيبي، الله يخليك، شكرا. استاذ سيف ما دخلش لسه؟ لما يرجع من الاستاد بقى. النهارده يوم ماتشات. ثانية واحدة. السلام عليكم، ازيك يا استاذ عماد؟ وعليكم السلام يا ملك هانم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ عماد، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. دكتور محمود ابو حمده، ازي سعادتك؟ دكتور محمود ازيك؟ قافل الصوت على نفسه، هو يمكن لسه بيجهز نفسه بس. ازيك يا استاذ اسامه، اخبارك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك معالي الاستاذ، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ اسامه. ازيك يا دكتور محمد، ازي حضرتك؟ الصوت مقفول. لما هو الدكتور محمد جايب مع احمد. بيفتح ويقفل، هو ده اللي بيفتح ويقفل. هعمل ايه يا استاذ عماد، ما هو التكنولوجيا دي صعبه عليا. ربنا يديلك الصحه يا دكتور. ربنا يديلك الصحه. بنحاول اهو نتمشى مع الواقع. بقول لك يا دكتور محمد، عايز اسالك على حاجه كده على ودي. ازيك يا سيف بيك؟ لو في عقد شركه واتنسى بند، يعني مثلا خامسا ودخل سابعا على طول، يبطل العقد؟ لا، مش العقد، بس مش هيمشي في حق الشركه، مش اعتبر مش موجود. مساء الخير يا سيف بيه. مساء النور يا فندم. انا بعتذر، انا عارف ان معاك اللينك فعشان كده ما بعتوش، لكن لا مش معايا خالص ولا اديته. انا بحسب هو نفس اللينك بتاع المره اللي فاتت. لا لا لا، معالي الرئيس للاسف انا كل اللي معايا واخدين اللينك اللي فات والله. لا يا. طب ممكن بعت لي اللينك خالص. طب ممكن حضرتك تاخد دقيقتين كده تبعت لهم اللينك يا استاذ اسامه؟ بس احنا دلوقتي عندنا في مكانين فاضيين تقريبا في جروب 2 يا استاذ اسامه. طيب يبقى استاذ سيف يخش. دي في الاستاذ سيف، عشان يبقى هو كده بياخد ابديتس على طول زيه. انت حضرتك مش موجود معانا على الجروبات يا استاذ سيف؟ لا ما هو انا كنت فاكر ان هو موجود. لا بي لا لا. طب معلش يا استاذ اسامه، عشان انا النمره مش عندي، بس هبعتها لحضرتك على طول. تعالي واحنا نضيف على جروب. تحب يا استاذ سيف تاخد دقيقتين كده تبعت اللينكات؟ ماشي يا فندم، ماشي. على مهلك، على مهلك، احنا منتظرين. ازيك يا استاذ انسي؟ ازيك يا عماد بيه؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا انسي بيه؟ ازيك حضرتك؟ ازيك يا انسي بيه؟ ربنا يديك الصحه يا فندم. الله يكرمك. تسمح لنا كده يا استاذ اسامه لحد ما سيف بيجهز كده، ويعني فرصه كده، والدكتور عمران معانا ومعالي الدكتور مصطفى. يعني انا بس عايز انوه لموضوعين كده عشان ما يثار حاليا. يعني بسبب بعض الاحالات اللي بتتم من وزاره الماليه لبعض المحاسبين، علشان يعني ادانتهم او مشاركتهم في بعض قضايا مخالفات التهرب اللي منسوبه العملاء، وبالتالي يعني الوزاره دلوقتي ابتدت كمان تحيل المحاسبين. احنا كان عندنا فرصه ان احنا قابلنا بعض زملائنا المحاسبين في خلال اللجنه المختصه في النقابه، يعني وكنا دايما بنسال يا جماعه، هو يعني
انتوا بتشتغلوا ازاي وبتعملوا ازاي. فكنا بنسمع كده دايما ان احنا بنراجع بالعينة. سلام باشمهندس حضرتك. والمراجعة اللي بالعينة دي يعني في بعض الحالات السلام عليك افضل بديل، وبالذات في الحالات اللي هي دايما قال لي انت بيبقى فيها سامي قال لي تعبان، بيبقى فيها يعني بيانات اصدار شهادات لخصم الضريبه او رد الضريبه او غيره، لانه يعني دي بيترتب عليها حاجات التزامات ماليه مهمه، وفي نفس الوقت كمان لما بيثبت في حق الممول المخالفه فالمحاسب بيلاقي نفسه طرف عليه. استاذ اسامه احنا يعني بعد اذن حضرتك وانا عايزك تشاركني، بس احنا محتاجين ان احنا نعمل اجراءين كشعبه وكلجنه تدريب. الاجراء الاولاني ان احنا يعني نبتكر كده دليل اجراءات لمراجعه مثل هذه الحالات، لانه زملائنا يعني كده هنستعير عباره اخونا العزيز الدكتور مصطفى اللي هو ايه، واحد ما بيعرفش يقرا بيكتب جواب، واحد ما بيعرفش يكتب بيكتب جواب، واحد ما بيعرفش يقرا. فيعني بنلاقي ايه، بنلاقي ان احوال كتير يعني ما فيش دليل عمل موثق ممكن يبقى بيشتغل من خلاله. واحنا يعني يمكن في خلال الايام الماضيه بعتنا استاذ رئيس مصلحه الضرائب ان احنا يعني كشعبه عايزين نجري معاه لقاء. طبعا احد اهم الموضوعات هو فكره ان احنا يعني فكره ادله المراجعه اللي احنا عايزين نعملها دي، وكمان لو عرفنا احنا كمان نتوافق عليها مع المصلحه. طبعا احنا بنتكلم يعني ايه بالممكن، انما اللي هيحصل ايه احنا لازم نبقى بنبذل كل جهد يأمن زملائنا في خلال المرحلة اللي جاية. لو ربنا وفقنا وقدرنا نوصل لدليل المراجعة ده، يبقى بعد كده إن شاء الله يعني نقيم عليه بعض برامج الترتيب ونطرحه لزملائنا عشان يبقى يعني ميثاق عمل يشتغلوا عليه في المرحلة اللي جاية، ويعني نبقى بنتجنب بعض الخلافات ممكن زملائنا المحاسبين بيكونوا بيقعوا فيها. ده الموضوع الأولاني في الحقيقة. الموضوع الثاني يمكن كان على المنصة هنا أثير بعض الانتقادات للقرارات اللي بتصدر على لجان الطعن، ويعني زملائنا المحاسبين بيبقوا إلى حد كبير شايفين إن القرارات مش منصفة ليهم، أو إن هي ما بتبرز عملهم، أو إن هي يعني بتيجي فيها بعض الغلو نتيجة تشدد اللجان. الحقيقة برضو إيه يعني إحنا مش هنقدر نتدخل في عمل اللجان، ولكن إحنا وبعد إذن الدكتور عمران كده يشاركنا الرأي يعني إنه يعني العمل أو التعاطي مع اللجان أو المهمة اللي بيقوم بها المحاسب في التعامل مع اللجان يعني تتطلب خبرات كتير، وتتطلب كمان يعني بعض الدراية التامة. احنا العمل في اللجان يعني اللي بيتصدى للعمل ده لازم يكون عنده فكره جيده عن قانون المرافعات، ولازم يكون عنده فكره جيده جدا عن قوانين الضرائب المختلفه سواء كان 91 او 67، واللوائح التنفيذيه بتاعتهم والتعليمات التنفيذيه اللي بتصدر عن المصلحه والكتب الدوريه والحاجات دي. ثم كمان قانون الاجراءات الموحد اللي هو 206 لسنه 2020، اللي يعني تقريبا كمان فجر لنا قنبله جديده انه عريضه الطعن نفسها اصبحت يعني بتحل محل بشكل كبير مذكره الطعن اللي بتتقدم قدام اللجنه، وبالتالي عريضه الطعن بقى لازم يعني تتكتب بمنتهى الدقه وبمنتهى الموضوعيه ويذكر فيها كافه اسباب الدفاع، لانه يمكن ظروف عمل اللجان في الفتره الحاليه ما بتتيحش قوي فرصه التاجيلات الكتير، وحتى القانون كمان في حاله الاعاده للمأموريه للفحص او الاعاده لاي سبب من الاسباب اوجد على اللجان ضابط يعني قيد في الوقت. وبالتالي برضو احنا يعني محتاجين يا دكتور مصطفى، ومحتاجين يعني في وجود حضرتك وفي وجود استاذنا الفاضل الدكتور عمران، ويعني الدكتور عبد الرسول وكل الكفاءات اللي موجوده معانا على المنصه وزملائنا المحاسبين اللي احنا نقدر نستعين بيهم لصالح الجميع، يعني ان احنا نبتدي برضو نتكلم شوية على التعامل مع اللجان وكيفية
إعداد عرائض الطعن ومذكرات الدفاع، ويعني برضو المام شوية بقانون مرافعات الجان بتتعامل من خلاله. أعتقد أن الحاجات دي هتبقى مهمة، وأعتقد كمان أن إحنا يعني زملائنا هيكونوا منتظرين مننا ده. فيعني إن شاء الله بإذن الله في المرحلة اللي جاية نحاول نوفر ده، علشان برضو نبقى بنتجنب، لأنه في أحوال كتير في الحقيقة يعني ممكن يكون المحاسب زي ما احنا بنقول ان اللجان ما بتقومش بدورها، احنا برضو عايزين يهمنا ان زملائنا المحاسبين يكونوا يعني يقوموا بدورهم على اكمل وجه، وبكده برضو يعني هنبقى بنشتغل للصالح العام واضافنا جديد ان شاء الله. انا بعتذر طبعا اذا كنت خدت من وقت المحاضره شويه، بس بالتالي سيف لي كده بقى جاهز، والاستاذ اسامه بقى جاهز، ويعني تحت امركم. و استاذنكم بس اقفل الصوت. استاذ اسامه حضرتك معايا؟ يا فندم انا سامع حضرتك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل يا فندم. مساء الخير على حضراتكم، واهلا بكم في امسيه جديده مع شعبه مزاولي المهن الحره بنقاب تجاريين. معلش يا استاذ اسامه افتح من عندك تاني لو سمحت. سيف في بعد اذنك افتح من عندك. كده واضح يا فندم؟ تمام، اتفضل يا فندم. اهلا بحضراتكم مره اخرى في لقائنا الدوري النهارده السبت يوم 12/2/2022، في لقاء استكمالا للجلسه السابقه اللي كانت يوم السبت الماضي اللي هي كانت 5/2/2022، وفي حديث حول معيار الايراد. اسمحوا لي في الاول انا لحضراتكم تحيات معالي النقيب الاستاذ انور هراس نقيب عام تجاريين، استاذ عادل ياسين امين عام النقابه والأب الروحي لهذا العمل، دكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق ورئيس لجنة التدريب، والأستاذ عماد الجندي أمين عام الشعبة ومقرر لجنة التدريب. الحقيقة احنا يعني بنبذل جهد كبير في لجنة التدريب عشان نعرض أمام حضراتكم كل المستجدات على الساحة، سواء معايير محاسبة أو مراجعة أو قوانين ضرائب أو قوانين شركات أو حوكمة أو غسل أموال أو البورصة إلى آخره. يمكن لا صوت يعلو فوق صوت النهارده الموسم الضريبي والإقرارات اللي شغاله والعمل فيها بشكل واسع النطاق، وزي ما قال عماد بيه في اول الحديث ان احنا عايزين يعني الشعبه تجتهد في ان هي تحط اجراءات ودلائل عمل لبعض الاجراءات عشان اللي بيصدر عنها تقارير او شهادات او الى اخره مع مصلحه الضرائب، لان ده بيقلل الفجوه وبيقلل المشاكل، وكل ما اتفق على اجراءات العمل كل ما سهلت الامر كتير جدا. ان شاء الله دايما نعرض لحضراتكم هذا الامور، ويعني في عمل انشاق دايما وعمل المجتهد، ومعانا اساتذتنا الكبار دايما يساعدونا في هذا العمل. النهارده بنستضيف على الاسبوع الثاني على التوالي الاستاذ سيف عبد المعطي وكيل اول وزاره بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقا والمحاسب القانوني. والحقيقة الأستاذ سيف ادانا دفعة شديدة في معيار الإيراد في الجلسة السابقة. تكلم الأستاذ سيف أن معيار الإيراد هو معيار 48، جاء تعديلا لمعيارين مهمين جدا، معيار 11 ومعيار 8. معيار 11 اللي كان بيتكلم عن تحقق الإيراد هو والملحق بتاعه ملحق 11، ومعيار 8 اللي كان بيتحدث عن عقود الإنشاء تم إلغائهم واستبدالهم بالمعيار 48 الإيراد عن العقود مع العملاء. وعرفنا الأستاذ سيف أن هذا المعيار هام جدا، وعلمنا إزاي المعالجة الانتقالية لهذا العمل، وقال لنا أنه في 5 خطوات لعملية تحقق الإيراد، تبدأ من تحديد العقد ثم تحديد التزامات العقد ثم سعر العقد
ثم توزيع سعر العقد على التزامات العقد، ثم تحقق الإيراد عند أداء هذا الالتزامات أو هذه الالتزامات. ابتدى الأستاذ سيف في حديثه المرة اللي فاتت تحدثنا عن العقد نفسه وإيه اللي بيحصل فيه وإيه يبقى تواريخ العقد ده قد إيه وشكل العقد إيه، والنهاردة هيستكمل حديثه معانا بالأمثلة وبالطريقة اللي هو عودنا عليها. أستاذ سيف أهلا بيك، وإحنا يعني بنعتذر شديدا على التأخير، وبنسعد لوجود حضرتك على منصة نقاب تجاريين وشعبة مداولي المهن الحرة. تفضل حضرتك. شكرا أسامة بيه. طبعا يعني أنا اللي بكون في غاية السعادة إني مع إخواتي وأصدقائي وزمايلي. الصوت واضح؟ تمام يا فندم، تفضل يا سيادة الرئيس. وطبعا يعني ده شرف لي ان انا اكون على منصة نقابة التجاريين وبلتقي باعز الناس اللي انا بتمنى ان انا اكون على تواصل معهم. احنا هنكمل النهاردة ان شاء الله معيار 48، وهنتعرض النهاردة بقى نقاط كتير جدا في المعيار، زي تعديلات العقد بنعمل فيها ايه. لو أنا عندي قانون التجارة بيديني الحق للعميل إني يرجع لي البضاعة اللي هو استلمها أو الخدمة خلال 30 يوم، طيب أنا بقى في الميزانية 31/12، اللي عندي شهر 12 من حق العميل إن هو يرجع لي السلع اللي هو خدها، طب نعمل فيها إيه؟ اعترف بالإيراد ولا ما اعترفش بالإيراد؟ عندي ان انا ممكن اخد سلعة فيقال لي خد انا ممكن اديك سلعتين بخصم معين عليهم، طب دي نتعامل معها ازاي؟ عندي ان انا ممكن اكون معايا عقد وبعدين العميل يديني حافز على ان انا اوفر الخدمة لو انا قدرت ان انا انفذ الخدمة دي خلال مدة معينة. عندنا حاجات كتير جدا، من أهم النقاط اللي ممكن نتعرض لها النهاردة برضو موقف المعيار من شركات التطوير العقاري. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت زي ما احنا قلنا المعيار اداني نموذج ازاي اعترف في 5 خطوات، وقلنا اول حاجة من الخطوات دي تحديد العقد، واتكلمنا بإسهاب المرة اللي فاتت على موضوع العقد وشروطه واتفاق الأطراف عليه والكلام ده. النهاردة بنكمل، طيب أنا هيتم تعديل العقد، وقلنا العقد ممكن إن هو يبقى العقد ده شفوي أو كتابي أو وفقا للممارسات اللي بتتم في التجارة أو في النشاط اللي فيه الإيراد. طيب هيجي يقول لي النهاردة أنا ممكن بعد ما أنا عملت العقد أنا عدلت العقد، طيب أنا هعدل إيه في العقد؟ العقد دايماً حاجتين، نطاق العقد، والنطاق ده هو اللي بيحدد لي هو العميل عايز مني إيه؟ أو إيه الالتزام اللي على المنشأة تجاه العميل؟ النقطة الثانية سعر العقد، أنا هاخد من العميل المقابل أو العوض اللي أنا هاخده من العميل على انتقال السلع والخدمات للعميل. فهنا نقطة في غاية الأهمية، يقول لي لو أنا في نص العقد وطلبت تعديل العقد، هل ده يبقى سلعة مميزة؟ يعني أنا أعتبر إن دي أكنه عقد ملحق عقد جديد وله شروطه، ولا أنا ده يأثر على النطاق السعري اللي أنا كنت واخده قبل كده؟ يعني إيه الكلام من دوت؟ أنا النهاردة دخلت مثلا محل ملابس، فقلت له لو سمحت أنا هاخد عايز عدد 2 تيشيرت، وانا باخد الاثنين تيشيرت فاعجبني قميص، فبعد ما اتفقت معاه على الاثنين تيشيرت الاثنين دول بكام؟ ب 400 جنيه. فجاه قلت له لا، طب ممكن انا عايز اضيف عليه قميص كمان. هنا انا عدلت العقد الشفوي اللي ما بيني وبين العميل، يعني عدل لي العقد بتاعه وبدا ان هو يزود نطاق العقد. طيب هنا لما انا زودت القميص هل ليه تاثير على سعر التيشيرتين اللي انا واخدهم الاولانيين؟ لا طبعا ملوش تاثير. هنا المعيار هيقول لي ايه لما يكون انا باخد تعديل عقد لسلعه مميزه لوحدها؟ طيب هل ممكن ان انا اعدل عقد يأثر لي على السعر بتاع العقد الاساسي اللي انا كنت باخده؟ طبعا. ازاي؟ انا بفرض زي ما قلنا كده انا دخلت محل ملابس وبعدين عجبني تيشيرتين، فبكام دول؟ ب الواحدة ب 300، الاثنين ب 600. فرحت على الكاشير، ودي بتصل معانا
يعني يمكن حصلت معايا انا شخصيا في الخارج، اني وانا واقف بدفع في الكاشير ففوجئت لقيت الكاشير قال لي ان احنا عندنا عرض، ان لو انت خدت التيشيرت الثالث تقدر تحصل على 25% من التخفيض على الثلاث تيشيرتات. هنا انا عدلت نطاق العقد ان انا زودت واحد. طيب لما نقول الثلاث تيشيرتات يعملوا 900 جنيه، اما انا اخد خصم 25% يعني خدت حوالي 225 جنيه خصم، يعني انا هدفع 675 جنيه. طب انا كنت مطلع من ايدي 600 جنيه في التيشيرتين، هل هنا اتحاسب على التيشيرت التالي انه سعره 75، ولا هنا اعتبر ان العقد كله مكمل مع بعض، فابتدي ان انا اوزع ال 675 على السلعه اللي هي الثلاث تيشيرتات مع بعض؟ يبقى اذا انا مهم جدا في العقد ده يقول لي ايه، لما تيجي تعدل العقد شوف في تأثير على الكيان بتاع العقد الأساسي، ولا أنا أقدر أعتبر التعديل ده هو إضافة للعقد بسلعة مميزة. نقرأ بقى الكلام دوت وناخد أمثلة. أنا بس بحب دايما أدي مثال بسيط قوي يوضح يعني إيه كلمة تعديلات العقد وإيه اللي يقصده المعيار لما يجي يقول لي هو ليه تأثير على باقي العقد ولا هو دي سلعة مميزة أنا بضيفها على العقد بإيه بسعرها ونطاقها. فبيقول لي تعديل العقد هو تغيير في نطاق او سعر العقد او الاثنين مع بعض الذي سبق اعتماده من قبل اطراف العقد. في بعض الصناعات والنظم القضائيه قد يوصف تعديل العقد بانه امر تغيير، بنسميه بقى variation order change order. المهم ان انا بيجي لي العميل يقول لي عدل لي التصميم لو نفترض في منشاه وانا بقيم له منشا، فبيجي يقول لي لو سمحت انا عايزك تعدل لي المدخل ده تعمله لي كذا كذا كذا، فببتدي اخد التصميم ابتدي ان انا ازود نطاق العمل وابتدي ازود السعر. هنا لازم احدد هو السعر والنطاق اللي دخل ده هو طالب حاجه اضافيه ولا بيعدل في التصميم الاساسي بتاع المنشأ. لو هو بيعدل في التصميم الاساسي بتاع المنشأ بقى هناك تعديل لقيمه العقد. لكن نفترض ان هو بعد ما خلصت خالص قال لي انا عايزك تعمل لي هنا اوضه او حجره للحارس يبقى في موجود هنا، دي انا اقدر اعتبرها بتكلفتها المميز للكيان الجديد ده. فبيقول لي ينشا تعديل العقد عندما يتفق اطرافه على تعديل يستحدث او يعدل حقوق والتزامات قائمه واجبه التنفيذ لاطراف العقد. يبقى اذا انا عشان اعدل لازم يكون الاطراف اتفقت على هذا التعديل، ويمكن الاتفاق على تعديل العقد كتابه او باتفاق شفوي او يفهم ضمنيا. وقلنا ان انا كلمه الاتفاق الشفوي ان انا بخش محطه تموين سيارات، فانا قلت له لو سمحت انا عايزك تمول لي العربيه تحط لي 40 لتر زي ما قلنا في المره اللي فاتت ب 40 لتر 92. فالراجل وهو بعد ما عمل ال 92 وهو شغال قلت له طب معلش ممكن تفول لي العربيه؟ انا هنا عدلت نطاق العقد اللي بيني وبين المنشاه. طيب يعتبر بالايراد الجزء ده هيعتبره في تعديل على ال 40 اللي كان موجودين؟ قال لا، ده دي اضافه بنفس السعر اللي انا بشتغل بيه. يبقى دي كما لو كانت السلعه مميزه بذاتها واقدر ان انا اخد الاضافه دي واقول السعر بتاعها كام لوحدها. هنا بيقول لي واذا لم يعتمد اطراف العقد التعديل على العقد فيجب على المنشاه ان تستمر في تطبيق المعيار على العقد القائم لحين اعتماد التعديل. وهنجيب مثال قلنا المره اللي فاتت يعني ان انا كنت بتعامل مع شركه نظافه والشركه دي بتاخد مني 10,000 جنيه في الشهر على نظافه المنشاه اللي انا فيها. فالعقد بتاعها خلص في شهر 12، على ما انا جددته في فتره انا لسه ما ناوي ارفع الخدمات بتاعتي لكن لسه ما اتفقتش مع العميل. طب العميل هنا بيسدد لي ال 10,000 هي. انا ما اقدرش من نفسي من طرف واحد اقول انا شايف ان انا هعترف بالايراد اكتر من كده. لا، انا همشي على نفس العقد القديم لغايه ما يحصل تعديل ويوافق على السعر الجديد اللي بيني وبين الايه؟ بيني وبين العميل. بيقول لي قد ينشأ تعديل على العقد على الرغم من وجود نزاع قانوني نزاع فيما بين اطراف العقد حول نطاق او سعر التعديل. انا النهارده واخد مقاوله وبشتغل فيها
فلقيت وانا شغال ان في تعذر اني انا اكمل بنفس الطريقه، لان في مشكله قدامي الارض خرسانيه، لا مش قادر ان انا افحك فيها او اشتغل فيها. فقررت ان انا اغير المسار، فالمسار ده هيترتب عليه زياده الامطار اللي انا بشتغل. هنا بقى في تعديل في النطاق، ولكن لم يتم الاتفاق على التعديل ده. هل انا هاخد فلوسه بربحيته، ولا العميل هيوافق، ولا العميل او مش هيوافق؟ يبقى هنا ان انا ممكن يكون في تعديل، ولكن في نزاع على اني اخد الفلوس ديت ولا لا. طب الشركه هنا تعترف بالايراد عن هذا التعديل، ولا تنتظر حتى يتم التفاوض مع العميل على السداد هنا؟ يقول لي هنا في حاله ما اذا كانت الاطراف قد اتفقت على تغيير في نطاق العقد، ولكن لم يحددوا بعد التغيير المقابل في السعر. يعني انا اتفقنا ان احنا هنعدل، لكن ما اتفقناش المبلغ اللي هيتدفع اللي هو مقابل التعديل ده هيبقى كام. طيب هنا المنشاه تعمل ايه؟ المنشاه متاكده ان هتسترد الفلوس اللي هي دفعتها في التعديل. فهنا بيقول له المعيار، لو انت ما اتفقتش معاه على التكاليف الايراد اللي انت هتاخده، ولكن انت متاكد ان التعديل اللي تم ده هتاخد المقابل بتاعه على الاقل التكلفه، هنا ممكن اعترف بالايراد في حدود التكاليف اللي هي انا صرفتها. هنا بيقول لي واذا اتفق اطراف العقد على التغيير في نطاق العقد، ولكنهم لم يحددوا بعد التغيير المقابل في السعر بانه يجب على المنشاه تقدير التغير في السعر المعامله الناشئ عن التعديل وفقا للمعايير. طيب هنا بيقول لي يجب على المنشاه ان تقوم بالمحاسبه على تعديل العقد على انه عقد منفصل. يعني ايه كلمه عقد منفصل؟ زي ما قلت كده بالظبط، اني انا دخلت احد المحلات كعميل وطلبت منه انا عايز حاجتين تيشرتين، فبعد ما جاب التيشرتين قلت له ممكن تزود لي التيشرت الثالث. بقى هنا في زياده في نطاق العقد، وفي زياده في سعر الاجمالي بتاع الصفقه. فهو بيقول لي هنا تعتبر الإضافة اللي انت عملتها دي كما لو كانت عقد منفصل. ليه؟ لأنها لن تؤثر على الطلب بتاعك أو العقد الأساسي اللي انت عملته. طب بيقول لي هنا عشان انت تعتبر ده عقد منفصل، عشان اعتبره عقد منفصل، ايه اللي الشروط بتاعته؟ قال لي يزاد نطاق العقد نظرا لإضافة سلعة أو خدمات مميزة بذاتها. يعني انت النطاق بتاع العقد اللي هو الطلبات بتاعت العميل، ان هي العميل زود الطلبات بتاعته، والطلبات ديت مميزه بذاتها، يعني اقدر احدد المبلغ اللي هو يترتب على هذه الزياده. طيب ايه تاني؟ يزداد سعر العقد بمبلغ مقابل يعكس اسعار البيع الخاصه بالمنشاه للسلع والخدمات الاضافيه التي تتعهد بها مع اجراء اي تسويات في السعر. يعني بيقول لي هنا ان انا طالما اني انا زودت النطاق، يبقى شيء طبيعي ان هيبقى ليا الحق في ان انا اطلب المقابل بتاعي بالزياده. طيب بيقول لي انت في حاله لو انت سيف. نعم سيف. نعم. الشير فصل. آه معلش اعمله تاني. حاضر. انت كان موجود وفصل. عايز بس ادور عليه هو فين. هل محتاج الاستاذ عماد يفتح له تاني؟ لا ان شاء الله معاهم. اوكي هيا. طيب تمام تمام. طيب قلنا ده طبعا ان انا عايز اوضح النقطه دي سريعا. يعني ايه كلمه ان التعديل ده عقد منفصل او عقد غير منفصل؟ قلنا العقد المنفصل ان انا هضيف حاجه جديده على طلبات العميل، ويكون ليا حق مقابل معلوم، يعني الحق ده معلوم. قال لي طيب لو انت
لو انت مش هتحاسب على الاضافه دي على انه عقد منفصل، فيجب على المنشاه ان تقوم بالمحاسبه عن السلع والخدمات المتبقيه والتي لم يتم تحويلها بعد في تاريخ العقد وفقا والاتي. يعني هنا بيديني ثلاث حاجات، بيقول لي لو انت مش هتحاسب على الحاجه دي ان هي منفصل. يعني ايه كلمه منفصله؟ انا اتفقت معاكم يا جماعه، قلت ان انا دخلت اشتري اتنين تيشيرت، فبعد ما جيت اشتريهم وادفع ثمنهم قال لي ان انت تقدر تتمتع ان انت تاخد خصم 25% لو خدت الثالثه. هنا ما اقدرش ان انا اقول ده التزام كامل على بعضيه، ما اقدرش اقول دي الاضافه دي منفصله، ولكن هنا بقى كله مع بعضه التزام، عقد التزام واحد. يعني هقسم ال 675 جنيه اللي اتفقنا عليهم على الثلاث تيشيرتات، يبقى اذا ده عقد غير منفصل. طيب انا النهارده بيقول لي انت اديت لواحد بعت له 100 وحده والوحده ديت ب 1000 جنيه، يعني ب 100000 جنيه. فانت بعد ما اديته 50 وحده منهم فجي قال لك انا عايز ازود 20 وحده كمان، هتزود 20 وحده، يبقى شيء طبيعي ان ده عقد منفصل لان هو ليه سعره وليه كيانه. بس قال لي حاجه، قال لي ال 50 وحده اللي انت اديتهم لي قبل كده بامانه كان فيهم عيوب وحيود عن المواصفات، فانا دبرت نفسي ان انا عرفت اشغل وكانوا فيهم عيب، فقلت له طيب نتيجة العيب ده انا هحاسبك على ال 20 وحدة الجديدة بدل 100 انا هحاسبك على 80. هنا ال 80 ديت تبقى سعر ال 20 اللي انا بشتريهم الجداد ولا هيمتدوا للعقد الاساسي؟ قال لي هنا العقد المعيار حتة كويسة قوي، قال لي انت وردت له 50 ودخلوا ايرادات ب 100 جنيه فده انتهى خلاص، دخل ايراد بال 50. انت متبقي من العقد ده قد ايه؟ اللي هو اللي انت متبقي دلوقتي 50 وحده في 100 جنيه. طيب كويس، نتيجه العيب اللي في البضاعه اللي انت مديها له خفضت له ال 20 خليتهم بكام؟ ب 80 جنيه. طيب يبقى هنا ال 80 دي مش ثمن ال 20، ده تمن الجزء اللي بتبقي اللي انت لسه هتورده له بالاضافه لل 20. يعني يبقى معنى كده نعمل ايه؟ نضرب ال 50 وحده في 100 هتديني 50000 جنيه، و20 في 8 يبقى 20 في 80 تديني 16000 جنيه. نجمع ال 16 زائد ال 50 ونقسمهم على عدد الوحدات اللي هم ال 70. تقول لي دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني اني نفترض ان وانا بقفل الميزانيه ان في جزء متبقي من العقد لسه ما اتوردش، وانا عدلت للعميل الثمن بتاعه ان انا اديته خصم اضافي نتيجه ان في عيب في البضاعه اللي خدتها. هنا لازم ان انا لما اجي اعترف بعمليه البيع للجزء المتبقي ان انا لازم اخفض السعر واقسم الخصم اللي انا اديته على 20 وحده على ال 70 وحده اللي ايه الموجودين. نقرا بقى المعيار بيقول ايه. بيقول لي يجب على المنشأة ان تقوم بالمحاسبه عن تعديل العقد كما لو كان تم انهاء العقد الحالي. يعني ايه تم انهاء العقد الحالي؟ احنا قلنا كان 100 وحده ب 1000 جنيه، طب انا وردت 50 يبقى اكن العقد بتاع ال 50 ده خلص، والتعديل ده الجديد ده تعديل عقد جديد خالص اللي هو متضمن ال 50 الباقيين زائد ال 20 الجديد. فبيقول لي هنا يجب على المنشأة ان تقوم بالمحاسبه عن تعديل العقد كما لو كان تم انهاء العقد الحالي وانشاء عقد جديد اذا كانت السلع او الخدمات المتبقيه مميزه بذاتها عن السلع والخدمات التي تم تحويلها في تاريخ تعديل العقد. يعني ايه؟ انا اقدر احدد ال 50 اللي انا اديتهم له وال 50 اللي لسه ايه متبقيين. قال لي طيب النقطه الثانيه اللي هي بيها ايه؟ قال لي يجب على المنشأة ان تقوم بالمحاسبه عن تعديل العقد كما لو كان جزء من العقد الحالي اذا لم تكن السلع او الخدمات المتبقيه غير مميزه بذاتها. يعني ايه الكلام من ده؟ يعني انا نتيجه ان انا عايز اخفض للعميل السلعه بتاعته زي ايه؟ قال لي لو انت
اشتريت 1000 وحدة أنا هديك خصم 10% بأثر رجعي. هنا هتعامل على عملية التعديل العقد ده على إجمالي الكمية كلها مش الكمية المتبقية بس، لأن أنا بقول له لو وصلت الألف وحدة أنا هديك بأثر رجعي، ودي موجودة في قطاعات كتيرة زي الأدوية زي كذا، بيجي يتعاقد معايا يقول لي لو أنت وصلت لي عملية بيع 240 ألف جنيه 240 مليون جنيه في السنة كموزع أنا بديك خصم وليكن 5% على إجمالي الوضع ده. طيب أنا لما أعترف هنا بالإيراد هل أعترف بالإيراد كله ولا أجنب جزء لي اللي هو أنا هديلي العميل في نهاية الإيه؟ في نهاية السنة. يبقى إذن أنا عندي حاجة أنا بنهي فيها العقد الجزئي وابتدي إن أنا أخلي العقد مع الكمية اللي اتغيرت الجديدة، وفي حاجة يقول لي لا أنت هتاخد العقد كله تأثره بالتعديل اللي موجود في الإيه؟ في الجزئية دي. بيقول لي طيب لو أنا مش عارف أعمل ألف ولا ب، قال لي شوف أقرب حاجة للاتنين يتماشى مع المعيار. طب احنا عايزين ناخد أمثلة. بيقول لي قامت المنشأة بالتعاقد مع أحد العملاء على بيع 100 وحدة منتج بسعر 100 ألف جنيه، سعر الوحدة 1000 جنيه، ويتم تسليم العميل الوحدات المباعة خلال 4 شهور. وفي الشهر الثالث، يعني أنا اديته شهرين، يعني اديته مثلا في الشهرين نص الكمية، في الشهر الثالث اتفق الطرفان على تعديل العقد لإضافة 20 وحدة منتج جديدة للعقد بسعر 950 جنيه للوحدة على هذا التعديل. لغاية دلوقتي هنا ما قاليش إن العشرين الجداد دول نتيجة وجود أي عيب في المنتج القديم. فالراجل أنا اديته المئة وحدة الأولانيين على سعر 1000، نتيجة إن الراجل يعني بدأ يتعامل معايا قال لي في المعيار إيه؟ ان ممكن انت نتيجه ان في بيع ومصروفات بيع وتوزيع انت بتدفعها لما تجيب عميل او فممكن لما يجي يشتري منك مره تانية ان انت في تكاليف انت ما بتعملهاش مره تانية مرتين، فايه اللي هيحصل؟ ان تستطيع ان انت تخفض له التكلفه بتاعتك في الوقت ده. هنا دي اضافه 20 وحده بسعر مميز اسمه 950، يبقى انا هحاسب ال100 وحده الاولانيين كلهم على 1000 جنيه، اما العشرين الجداد ب 950 جنيه، لانه ما لهمش تاثير، ما لهمش اي اثر على العقد الاساسي اللي انا بعمله. هناخد بقى حاله تانية اللي هي لا تاثير. بيقول لي بفرض ان هو بعد تسليم نص الكميه المتعاقد عليها واثناء التفاوض مع العميل على تعديل العقد بزياده 20 وحده منتج افاد العميل بوجود حيود في مواصفات المنتج في الكميات التي استلمها اللي هم اللي استلمهم 50 وحدة، وبناء عليه وافق الطرفان على زيادة الكمية التعاقدية اللي هي العشرين منتج وتخفيض سعرها ل 800 جنيه. ديت هنا انا خفضت له ليه ال 800 جنيه من 1000 ل 800؟ اللي نتيجة في عيب في البضاعة، قال لي كانت فيها عيب، فانا قلت له لا ما تزعلش انا اخفض لك السعر. طيب هل هنا اعامل ال 20 وحده دي ب 800 جنيه ولا اعمل ايه؟ قال لي الجزء اللي انت سلمته ده الغيه خالص، اكنه مش موجود في العقد. طيب انا فاضل لي كام في العقد الاساسي؟ 50 وحده بكام؟ ب 1000، يبقى 50 ألف جنيه. طيب وضفت عليهم 20، ده اكنه التعديل هنا اكنه عقد جديد، وضفت 20 على 800 عمل 16 ألف جنيه. يبقى معنى كده ان انا بقى عندي 66 ألف جنيه ل 70 وحده، اما نقسمها على بعض تديني في حدود 900 جنيه. يبقى اذا انا هنا التعديل بتاع العقد اثر على سعر البيع للوحدات التي لم تكن تم تسليمها للعميل ايه؟ يبقى دوت في النقطه الاولانيه الف هو عقد منفصل. في النقطة اللي هي به أنا لا مش منفصل، ده هو عقد يؤثر على باقي العقد الأساسي. ناخد حتة تانية. بيقول لي دخلت إحدى شركات المقاولات في عقد خدمة مع عميل لبناء فيلا من دورين في مدة عامين بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، وفي نهاية السنة الأولى اتفق الطرفان على تعديل تصميم مخطط الطابق الأول بزيادة سعر صفقة 1 مليون جنيه،
تتحمل الشركه تكلفه متوقعه 750,000، هل يعتبر التعديل عقد خدمه مستقل؟ قال لي هنا ده انت بتعدل التصميم نفسه اللي هو داخل في قلب بعضه، يعني ما تقدرش ان انت تقول ان التعديل اللي انا بعمله دوت حاجة مميزة اقدر اسلمها للعميل واقول له ادي الحاجة اللي انت طلبتها الاضافية، وانما ده انا بعدل في العقد الاساسي نفسه اللي هو انا بنشئه. هنا صعب جدا ان انا افصله في سعر مستقل، وانما هنا بقى التزام اداء واحد قيمته كامل العقد بقى 6,000,000 جنيه. يبقى العقد هنا ما اقدرش ان انا اعتبره عقد مستقل، وانما العقد كله بتاع تنفيذ المنشأ في المقاولة هو عبارة عن كام؟ 6,000,000، اللي هي تعديل الصفقة بمليون زائد الخمسة اللي موجودين. طيب ناخد مثال ثالث. اتفقت المنشأة مع احد العملاء على تقديم عقد خدمة لمدة 3 سنوات بمبلغ 450,000 جنيه بواقع 150,000 جنيه سنويا، يعني في 3 سنين ب 450,000. فالعميل ده نفترض اني عملت صيانه، فالعميل عمل ايه؟ العميل انا بعمل له عمليه صيانه خدمه، فبعمل له بدفعه 150,000 جنيه في السنه. في نهايه السنه الثانيه العميل جه اتفق على تعديل العقد، قال لي انت فرد عليا الدنيا رخصت واللي انت عامل عليا العقد كبير شويه، فقلت له طيب انت عايز ايه؟ فاتفقنا مع بعض على تخفيض رسوم الخدمة بتاع العام الثالث ل 120,000 جنيه، ماشي كده؟ يبقى دي السنة الثالثة اللي في العقد الأساسي، خفضتها له من 150 ل 120. تاني حاجة مددت له العقد الجديد لمدة 3 سنوات، بدل ما هي كانت ب 150 ونزلت ل 120 بقت ب 100,000. أتعامل هنا في الإيراد إزاي؟ قال لي الفقرة ب ألف، قالت لي أنت الراجل ده انت عملت له كام سنه؟ قلت له انا حاسبته على سنتين. طيب السنتين بال150؟ ايوه. طب السنه الثالثه انت بدات التعديل، اعتبر التعديل ده كله عباره عن عقد جديد. طب العقد الجديد ده عباره عن ايه؟ لمده 4 سنوات، سنه من العقد القديم وثلاثه من العقد الجديد، يبقى 4 سنوات. طيب الايراد بتاع الاربع سنوات كام؟ 120 زائد 300 يعمل 420. ال 420 نقسمهم على الـ4 سنين، هيطلع بدل ما هي ب 100 ولا ب 120 هتبقى ما بين 420 على 420 على الاربع شهور، هتعمل 105 جنيه. يبقى اذا انا العقد هنا اصبح غير مستقل. لو هو مستقل كنت انا جددت الثلاث سنين بسعر لوحده خالص، وكنت السنه الثالثه خدتها بنفس الرسوم. لكن نتيجة إن أنا خفضت له السنة الثالثة ضميت السنة الثالثة لإجمالي الإيه؟ التعاقد بتاعي الأربع سنين مع بعض. طيب بنيجي هنا بقى، خلصنا حتة تعديلات العقد ودينا عليها أمثلة. يبقى إذن التعديل بيهمني جدا، إن أنا لما أعمل أي تعديل في العقد أقول هو ده مستقل لوحده يعني هتحاسب عليه لوحده، ولا ده يأثر لي على العقد فعدل أسعار الإيرادات اللي أنا بشتغل بيه. يبقى هي دي النقطة الأساسية في التعديلات طبعا. بيجي بقى يقول لي بعد كده نقطة في غاية العميل، لما تيجي تتعاقد مع عميل لازم تحدد الالتزامات اللي انت يجب تحولها للعميل. طيب يعني ايه احدد الالتزامات؟ انا في مثال جميل جدا جدا يعني لقيته ينطبق على موضوع تحديد الايه؟ الالتزامات. يعني ايه؟ يعني ايه اوزع سعر الصفقه على الالتزامات الاداء؟ انا كان في حوار جميل جدا في احدى الافلام السينمائيه ما بين نجيب الريحاني وعباس فارس، وده ناظر الدايره ونجيب الريحاني كاتب في الدايره، فجي بيقول له انا اكتب لي اكتب على الاله الكاتبه المصروفات بتاعت الايه الدايره، فبيقول له اكتب دهان الغرفه القبليه اظن ب 5 جنيه و90 قرش. فرد عليه نجيب الريحاني وقال له ليه بتدهنوه بالزبادي؟ 5 جنيه و90 قرش عشان تدهن اوضه؟ فقال له كتير. قال له ده كتير قوي قوي، بيني وبينك الناظر بتاع الدايره ده حرامي وغبي كمان. قال له ليه؟ قال له لان ما تتسجلش كده. قال له ما تتسجل ازاي؟ قال له نسجلها الاول، نقول صنفرة الدهان القديم بكذا.
ملء الثقوب بتاع الدهان القديم بكذا، اعاده صنفره الحيطه بعد ملء الثقوب بكذا، معجنه الحيطه بمبلغ كذا، اعاده صنفره الحيطه بعد المعجنه بمبلغ كذا، دهان اول بكذا، دهان ثاني بكذا، دهان ثالث بكذا، ومش تكتب 5 جنيه و90 قرش، تكتب 10 جنيه و90 قرش. العباره دي هي عباره عن ان بدل ما كان التزام اداء واحد بدهان اوضه ب 95 قرش، حولها لثمن التزامات اداء. يعني ايه التزامات اداء؟ فصص العمليه او الصفقه الى التزامات اداء متنوعه. طيب دي تفيدني في ايه في الارض؟ ان انا من خلال تحديد الالتزامات الاداء ديت، انا عملت الصنفره اللي هي نفترض بجنيه ونص. بعد ما خلص الصنفره يستطيع ان هو يدرج ايرادات تكلفه الصنفره والايراد بتاعها. طيب عمل الثقوب يقدر ان هو يغير المنهجيه بتاعته ويبتدي مع كل عمليه من التزامات الاداء يؤديها للعميل يقدر يعترف بالايراد بتاعها. طب انا النهارده لو انا ما عملتش التفاوض بتاعي على التزامات الاداء، هعتبر ان الالتزام الاداء بتاع العمليه دي كلها هي 5 جنيه و90 قرش، اللي هي التزام اداء الايه؟ الخدمه اللي انا بقى. طيب نيجي نقول هنا، بيقول لي بقى هنا التزامات الاداء يعني ايه؟ يجب على المنشاه عند نشاه العقد تقييم السلع والخدمات المتعهد بها في العقد مع العميل، ويجب عليه تحديد كل تعهد بتحويل اي كل تعهد بتحويل اي مما يلي الى العميل على انه التزام اداء. يبقى اذا انا الشركه هنا هتحول للعميل كل التزام اداء سلعه او خدمه مميزه بذاته. زي ما انا قلت كده، انا دخلت للعقد البنزين قلت له لو سمحت انا عايز امود بنزين، وعايز تديني منظف للراداتير، وعايز ان انا اعمل صيانه للاطارات العربيه. بقى عندي هنا 3 التزامات. يقدر الشركه تحاسب على كل سلعه من دول او خدمه بسعر مميز لوحدها. يبقى بيقول لي ان انا عشان اعترف ان انا بوزع الخدمات دي اقدر اميز كل سلعه وخدمه لوحدها. هي طب ممكن يكون سلسله من سلع او خدمات مميزه بذاتها. يعني هي انا متعاقد على حاجه، انا متعاقد على حاجه، الحاجه دي انا بعملها له كل يوم. زي ايه؟ انا تعاقدت معاه على عقد نظافه. عقد النظافه ب 360 الف جنيه في السنه. يعني كده ايه؟ يعني كل نقول 365 عشان تمشي، يعني معنى كده انا كل يوم بعمل فيه نظافه سعر الصفقه بتاعته 1000 جنيه. هل هنا اقدر اعترف بالايراد كل فتره ولتكن كل اسبوع او ممكن كل شهر، ولا استنى لغايه نهايه السنه اما اقول انا خلصت الالتزام اللي عليا؟ قال لي لا، دي طالما في سلسله من السلع متميزه بذاتها وانت بتحولها له اول باول، يبقى تقدر تعتبر كل يوم انت بتعمل فيه النظافه دي يعتبر ايه؟ التزام اداء. وتقدر عايز تحاسبه باليوم حاسبه باليوم، عايز تحاسبه بالاسبوع حاسبه بالاسبوع، بالشهر بالسنه، يعني انت حر طالما انك قدرت ان انت تحدد ايه هو التزامات الاداء اللي انت بتعمله. طيب بيقول لي يكون لسلسله من السلسلات مميزه بذاتها نفس نمط التحويل دي اللي احنا قلناها اللي هي ايه دلوقتي. طيب بيقول لي التعهدات في العقود مع العملاء، بيقول لي دايما العقد بيكون فيه يحدد العقد مع العميل عاده بشكل صريح السلع او الخدمات التي تتعهد المنشاه بتحويلها الى العميل. يعني وانا بعمل العقد مع العميل بقول له انا هاخد كذا مقابل ان انا هحول لك سلع وخدمات عباره عن كذا وكذا وكذا وكذا، صراحه موجوده في العقد. طب قال لي هنا ايه؟ احيانا بيكون في التزامات اداء لم يتضمنها العقد، ولكن من خلال الممارسات التجاريه الناس اتعودت ان هناك التزام اداء غير موجود في العقد. تقول لي هو انا ممكن الشركه تعمل التزام اداء هو مش موجود في العقد؟ ايوه. زي ايه؟ احنا عندنا اما بنيجي نركب تكييف، شركات تكييف التكييفات الهواء، ايه اللي بيحصل؟ ان انا بروح اتعاقد يجي يركب لي التكييف. طيب كده التزام الاداء وفقا للعقد تم،
وانا اديته ال 10000 جنيه قيمه التكييف زي الفل كده. طيب الشركه دي بعديها بحوالي سنه ابص الاقي عربيه وقفت تحت البيت، نزل منها حوالي 3 4 راحوا جايين مخبطين لو سمحت احنا صيانه التكييف. طيب في ايه؟ ابص عليهم دخلوا نزلوا التكييف وغسلوا التكييف وعملوا كذا، مفيش اي قيمه الا لو انت اديتهم اكراميه، دي حاجه خارج نطاق الشركه. طيب هنا دي موجوده في العقد؟ لا مش موجوده في العقد. طب هو التزام اداء يعني الشركه تعمله على نفسها التزام اداء؟ هنتكلم في الحته دي بعد كده. بس هما بتغلبني على ما اجيب بتغلبني، انت دلوقتي بتسمعها ده كان شغال تحت يا جماعة لو سمحتوا يعني ممكن نقفل المايك على أساس نسمع المحاضرة بعد إذنكم. فهنا بيقول لي هو أنا لما بعت التكييف ده أعمل على نفسي التزام أداء للتكييف ولا التزام أداء كمان لموضوع الصيانة اللي أنت هتعمل؟ طبعا المعيار هنتكلم فيها في الجزئية دي زي ما قلنا كده اللي هي الضمانات والصيانة، ان انا لازم ان انا اعمل التزام اداء على نفسي طالما اني انا جرى العرف ان العميل منتظر ان انا اعمل هذا الالتزام. طيب بيقول لي تاني حاجة، لا تتضمن التزامات الاداء انشطة يجب على المنشأة القيام بها لانجاز العقد الا اذا كانت تلك الانشطة تحول سلع وخدمات الى العميل. يعني انا لما جيت ان انا بعمل العقد فجبت محامي، فالمحامي ده ليه تكلفه، هل ده يعتبر التزام اداء حوله للعميل؟ قال لي لا ده مش التزام اداء، ما ينفعش تقول انا عندي التزام اداء للعقد، وانما التزام اداء هتحط التكلفه دي فين؟ ضمن تكلفه العمليه اللي انت بتعملها لصالح العميل، ولكن لن يترتب عليها التزام ايه؟ التزام اداء. طب يقول لي بقى عشان تقول لي انت جيت في حتة وفصصت لي عملية دهان الحجر لتمن التزامات اداء، طب انا ايه عايز احدد ايه السلع والخدمات اللي انت تقدر تعتبرها مميزة بذلك؟ قال لي ان انا ابيع سلع من الانتاج بتاعي، فدي سلع مميزة بذلك اللي هو اللي انا شركة سيارات، يبقى لما اجي ابيع سيارات ده الانتاج بتاعي، أو إن أنا إعادة بيع سلع تم شرائها من قبل المنشأة، ممكن يكون السلع اللي أنا بقدمها دي بضائع بغرض البيع، يعني أنا مشتريها عشان أعيد تاني بيعها مرة تانية، أو إن أنا إعادة بيع حقوق في سلع وخدمات تم شرائها من قبل المنشأة، لما إحنا عندنا بنقول زي كده تذاكر المباريات بتبقى في شركة أساسية تديها لموزع، والموزع يبتدي هو يبيعها لجانب المتفرجين وكده، يعني الشركه مش هي اللي بتبيع بنفسها ولكن بتبتدي يبقى في حد ياخد حقوق في البيع بتاعها. اداء مهام متفق عليها اللي هي الخدمات اللي بنقدمها وتقديم خدمات الجاهزيه لتقديم السلع والخدمات، زي بيقول لي بيجي يعمل لي ابجريد للكمبيوتر او للبرامج اللي عندي، كل دي بتعتبر سلع مميزه. قال لي برضو الوكيل لما بيجي يبيع ما ده بيقدم لي خدمه، فبياخد مقابل الخدمه اللي هو من الاصيل اللي هو صاحب الشركه اللي بتبيع المنتج. بعد كده بيقول لي ان انت ممكن منح حقوق في سلع او خدمات يتم تقديمها مستقبلا بما يمكن العميل من اعاده بيعها، ديت اللي هي زي ما قلنا موضوع ان انا صاحب المصنع الاجنس بتاع العربيات، انا الاصلي مش الوكيل، فبقول لي الوكيل لما تبيع العربيه انت هتعمل صيانه وانا هعوضك عنها، فده يبقى عليا التزام اداء ان انا بدي للموزع ان انت اعمل الصيانه دي وانا هحاسبك عليها. بعد كده بيقول لي انشاء وتصنيع وتطويل اصل بالنيابه عن العميل اللي هي عمليات الانشاءات اللي احنا بنتم في الكباري او في منشات المباني، منح التراخيص اللي هي حقوق النو هاو اللي هو انا ممكن منح بدي ترخيص لشركه ان هي تنتج ادويه او دي كلها برضو التزام ايه اداء، انا بديك الترخيص وببقى اما يبقى مره واحده او انا بطوره لك كل ايه مره. بعد كده منح خيارات الشراء اللي هي للسلع والخدمات. طيب امتى تعتبر السلعة أو الخدمة المتعهد بها للعميل مميزة بسدها؟ معلش يا جماعة النقطة بقى دخلنا في أهم نقاط المعيار، إمتى إن أنا أعتبر السلعة أو الخدمة دي مميزة بذاتها، يعني لما أنا أنقلها للعميل
اخد المقابل الايراد بتاعها. قال لي عشان تعتبر السلعه دي مميزه، يعني على سبيل المثال تاني بسهوله تاني برضو، انا لما دخلت محطه البنزين ومونت العربيه فروحت انا واخد البنزين بثمن، وقلت له عايز منظف للراداتير اداهولي بثمن، عايز ان انا اظبط الاطارات بتاع الكاوتش بقت بثمن. كل واحده من دول عباره عن سلعه مميزه بذاتها او خدمه مميزه بذاتها، يبقى اقدر احاسب على كل واحده لوحدها. طيب قال لي عشان تعتبرها مميزه لازم يكون عندك ليها ضوابط. طب ايه هي؟ قال لي اذا تم استيفاء كلا الضابطين التاليين، يعني الاثنين دول لازم يتطبقوا عشان اعتبرها سلعه مميزه. يستطيع العميل الاندفاع من السلعه او الخدمه، يعني انا لما انا انقلها للعميل يقدر ان هو ياخدها يستفاد بيها على طول. طيب النقطه الثانيه، هو في نقطه بس عشان نبقى برضو واضحه لينا، هو امتى انا عايز يبقى العقد فيه سلع مميزه؟ لو العقد بيتضمن كذا حاجه مع بعض، لكن لو انا رايح اشتري حاجه واحده بس ما فيش مشكله عندي تبقى مميزه او غير مميزه لان هي حاجه واحده، لكن انا هنا عايز اخش في حاجه اني امتى تبقى الحاجه، لو انا عندي كذا حاجه اقدر اقول ان انا هتعامل في الايرادات كل حته لوحدها. طيب هنقول حاجه بسيطه جدا، انا رايح بتعاقد شركه من الشركات بتبيع سيارات وبتبيع مواتير. طيب انا الشركه ديت متعاقده على 10,000 عربيه، راحت موفره كل المواتير بتاعه العربيات، هل هنا ده يعتبر نسبه انجاز اقدر اقول ان دي سلعه مميزه؟ طبعا طبعا لا، لان العميل لما ياخد الموتور ده هيعمل بيه ايه؟ ولا ليه اي لازمه بالنسبه له. طيب امال انا امتى اعتبرها سلعه مميزه؟ اما يكون عميل عنده عربيه والموتور بتاعها بايظ فهو رايح ياخد الموتور يحطه في العربيه فتشتغل. يبقى اذا انا هنا في فرق جامد جدا ان انا امتى اقول السلعه دي مميزه او السلعه دي مش مميزه. انا لما رحت اتعاقد مع الاجنس قلت له انا عايز عربيه، ينفع يقول لي ايه رايك انا حولت لك الموتور؟ طبعا اقول له الموتور ايه، انا مالي بالموتور، انا متعاقد معاك على عربيه. يبقى ما لا يجوز هنا ان هو يقول لي انا حولت لك الحاجه ديت فنتحاسب على الايراد بتاعها. طيب يبقى اول حاجه قال لي ايه، لو هي سلعه مميزه يستطيع العميل الانتفاع من السلعه او الخدمه اما كما هي او الى جانب موارد اخرى متاحه بسهوله. طيب كويس جدا، يعني انا ممكن اخد الموتور احطه في العربيه اللي بايظه عندي فتشتغل على طول، يبقى اذا دي اصبحت سلعه مميزه. طب تاني حاجه قال لي ايه، تعهد المنشأة بتحويل السلع والخدمات للعميل يمكن تحديده بشكل منفصل، يعني المنشأة دي تقدر ان هي تحول لي السلعة المميزة اللي انا هحسب الايراد بتاعها. طيب كويس، عن التعهدات الاخرى، يعني لو انا في كذا تعهد الشركة دي تقدر تقول لي انا حولت لك الحاجة دي، فدي سهلة تقدر ان هي تفصلها بعدها. بيقول لي هنا يستطيع العميل، بيديني بقى يعني ايه كلمة الانتفاع من السلعة، بيقول لي يعني يستطيع العميل الانتفاع من سلعة أو خدمة إذا كان بالإمكان استخدام السلعة أو الخدمة أو استهلاكها. يعني بمعنى زي إيه، أنا قلت عندي عقد نظافة، طيب الراجل كل يوم يجي بينظف، وأنا استفدت بالنظافة دي كل يوم ولا لا؟ هل أنا منتظر إن أنا استنى لنهاية العقد عشان أعترف بالإيراد؟ لا، ده أنت النظافة أنت خدتها واستهلكتها، يبقى إذن تقدر تدفع ثمنها إن شاء الله كل يوم. فهنا اذا هنا الخدمه اتنقلت والعميل استفاد بيها واستهلكها في نفس الوقت. طب ايه تاني ممكن نقول انا عندي خدمه بستفاد بيها واستهلكها في نفس الوقت؟ عندي عقد صيانه، انا بقدم عقد صيانه للعميل فمتفق معاه ان انا بديله بيديني 10,000 جنيه كل شهر لمده سنه، يبقى 10,000 يبقى 120,000 جنيه. هل انا مستني لنهايه العقد عشان اعترف بالايراد ده، ولا انا اقدر ان انا كل شهر اقول له انا خلصت الصيانه بتاعت الشهر ده وانت خدتها واستهلكتها في نفس اللحظه؟ لان انا اول ما اقدم الصيانه هو العميل استفاد بالخدمه خلاص يقدر يحاسبني عنها. طيب
قال لي عندي تقييم ما إذا كانت التعهدات المنشأة بتحويل سلع أو خدمات إلى عميل يمكن تحديدها بشكل منفصل، يكون الهدف هو تحديد ما إذا كانت طبيعة التعهد في سياق العقد هو تحويل كل من هذه السلع والخدمات بصورة منفردة. هو بيقول لي هنا الحتة دي، بيقول لي هو أنت عايز تطلع مميزة ولا غير مميزة لي؟ قلت له عشان أقدر إن أنا من خلالها أقدر أقول هو أنا حولت للعميل السلعة دي أو الخدمة دي منفصلة ولا لا. طيب بيقول لي هنا وتتضمن العوامل التي يمكن أن تشير إلى اثنين أو أكثر من التعهدات بتحويل السلع والخدمات إلى عميل لا يمكن تميزها بشكل منفصل. يعني بيقول لي أنا هديك مؤشر، لو في الحاجات دي يبقى السلعة دي غير مميزة خالص، ما ينفعش إن أنت تعترف بالإيراد بتاعها لوحده. زي إيه؟ تستخدم المنشأة السلع أو الخدمات غير المميزة باعتبارها مدخلات لإنتاج أو تقديم مخرج مجمع أو مخرجات مجمعة. يعني إيه؟ أنا النهاردة بتعاقد معاك على المتر الخرساني ب10,000 جنيه عميل، أنا شركة مقاولات، فبتعاقد معاك على إن أنت لما أعمل 10,000 متر مكعب خرسانة هتديني 1000 متر في 1000 يبقى مليون جنيه. طب أنا جبت الحديد والأسمنت، هل ممكن أعتبر الحديد والأسمنت ده سلعة مميزة بذاتها؟ ولما أجيبها أقول للعميل أنا جبت لك الحديد والأسمنت وكده يعتبر يتحول لك بديني الإيراد بتاعه؟ هنا أقول لك لا، لأن دي مدخلات عشان أدي سلعة مميزة. إيه السلعة المميزة؟ اللي هو المتر المكعب الخرسانة، ماليش دعوة بمكوناته لأن دي داخلة في المدخلات بتاعه. تاني حاجة بيقول لي أنت تضمن وحدة، أنت تضمن واحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات على تعديل أو تفصيل جوهري غرض ملائمتها مع السلع والخدمات المتعهد بها في العقد. يعني السلع والخدمات، السلع اللي انت عايز تخليها متميزه وتحاسب على الايراد بتاعها ما ينفعش تشتغل لوحدها، ده انت لازم تعمل عليها تعديل عشان هي في النهايه تقول للعميل انا عملتها. يبقى اذا في شرطين، ان لو السلعه دي داخله ضمن مدخلات منتج تاني لا يمكن تبقى دي مميزه. النقطه الثانيه ان يتعمل عليها تعديل. طب احنا عمالين نقول الكلام ده كله ليه؟ هنيجي على مشكله بتقابلنا جامده جدا 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 في شركات التطوير العقاري. شركات التطوير العقاري عندها ارض بتقيم عليها مبنى، الارض دي 1000 متر فبتقيم عليها مجمع سكني اداري هيبقى من نقول 10 ادوار، يعني معنى كده كل دور فيه نقول 5 مكاتب إدارية، يبقى 5 × 10 = 50. طيب أنا عندي الأرض اللي تحت دي 1000 متر، لما أنا كررتها 10 مرات بقت الأرض اللي متباع عليه عملة ما هياش 1000 متر، بقى عبارة عن 1000 في 10 بقت 10,000 متر، لأن كل عميل قاعد على مساحة أرض وليكن 200 متر، فلما نقول على 5 يبقى كل واحد قاعد على 200. طيب يقول له أنت ليك في الارض اللي تحت دي مشاع، انت ليك مشاع انت واخد الشقه دي قد ايه؟ 200 متر، فهيبقى ليك مشاع تحت 20 متر. طيب انا انهي 20 متر فيهم؟ يعني انهي حته؟ الحته اللي ورا ولا اللي قدام ولا اللي في الجنب ولا اللي على الشارع؟ غير مميزه، دي مشاع. طيب لما نيجي نطبق عليها هذا المعيار اللي بيقول لي عشان انت تعترف بسلعة مميزة يجب ان العميل ينتفع بها لوحدها، يستطيع ان هو يستهلكها، ما يكونش مدخلات ضمن المخرج النهائي. المخرج النهائي هو ايه؟ هو شقة. طيب عشان اقيم الشقة دي لازم يبقى فيها مدخلات الحديد والاسمنت والزلط والرمل والارض، الارض جزء من المدخلات دي لانها غير مميزة. فنيجي بعض الشركات تعمل ايه؟ تقول لك انا هعترف بالارض لوحدها باعتراف ان هي مميزه. طيب هتعترف بها ازاي؟ يقول لك انا الارض ديت كانت في السجلات بحوالي عندي بمليون جنيه، انا لما حطيتها في عقود البيع عملت حسابي ان هي قيمتها بدل مليون 20 مليون، يبقى اول ما العميل يتعاقد معايا اقدر اعترف ب 19 مليون ربحيه.
وجه في العقد بتاع العميل وقال له ايه رايك، مش انت عايز شقه سكنيه؟ قلت له اه. قال لي طب هنقسم العقد الى حتتين، حته ارض وحته شقه. طب فين الارض؟ العميل جاي يشتري شقه، ان شاء الله تقسمها جوه العقد 50 حاجه ولا تهم العميل في حاجه. فيقول له ماشي اعمل اللي انت عايزه، انا عايز في النهايه عقد شقه. يوم العميل هنا الشركه تعمل ايه؟ تيجي تعترف بالايراد على اساس ان الارض لوحدها هي لسه ما بنتش حاجه خالص، لسه ما فيش اي مباني، اعترفت ان هي باعت الارض للعميل. طب انهي ارض؟ لما نيجي نطبق الفقرات دي لغايه الاهميه، ان احنا نرجع نقول عشان اعتبرها مميزه بذاتها يستطيع العميل الانتفاع من السلعه والخدمه. انتفع بها ايه؟ ما ينفعش تعهد المنشاه بتحويل السلعه والخدمه للعميل، هتحولها له ازاي اذا كان هو غير مميز؟ قطعه الارض بتاعته فين؟ يستطيع العميل الانتفاع من السلعه ان امكن استخدامها او استهلاكها او بيعها؟ تقدر انت تبيع الجزئيه دي لوحدها؟ طبعا استحاله. طب قال لي هنا النقطه، لو انت امتى ما تعتبرش ان السلعه دي مميزه؟ عندما تكون بتخش في مدخل منتج نهائي. طب الارض دي دخلت في مدخل المنشاه ولا ما دخلتش في مدخل المنشاه؟ هل انا اقدر اطلع سعر عالي لحاجه انا مش عارف هي مساحه العميل ده اللي موجوده في الارض تحت هي في انهي جانب فيها؟ ورا ولا قدام ولا في الجنب؟ ده غير مميزه، فانا ازاي ان انا اعتبرها؟ عشان كده المعيار ده يمنع منعا باتا ان اي شركه تيجي تقول ان الارض الماشيه اللي هي بتاعت العميل انا هعتبرها مميزه واعتبرها ايراد واطلع منها ربح واوزع الارباح بتاعتي. ان ما لما تقول لي نعمل ايه؟ تكون هي والمنشا كله هو التزام اداء واحد، لا يمكن تفصيله. ان انا اعتبر ده عشان العميل جه اشترى ولسه ما خدت شقته في الدور العاشر اقول له انت اشتريت الارض اللي تحت. فطبعا يعني النقطه دي هتبقى ليها تاثير في المعيار على شركات التطوير العقار. طيب بيقول لي هنا السلع والخدمات معتمده على او مرتبطه بدرجه كبيره بسلع وخدمات اخرى. يعني السلعه اللي انت مش هتعتبرها متميزه دي انا ما اقدرش اعتبرها لانها معتمده بدرجه كبيره جدا على بقيه الحاجات التانيه، على باقي الحاجات اللي ايه التانيه. هنا بيكمل لي يعني هي دي النقطه يمكن اللي انا بتخص التطوير العقاري، اني انا لا يمكن اميز قيمه الارض لوحدها. هنا بيقول لي اذا لم تكن السلعه والخدمه المتعارض بها مميزه بذاتها فيجب على المنشاه. اه هنا بيقول لي لو انت عندك السلعه دي مش مميزه بذاتها، طب نعمل ايه؟ احطها مع بعضها كلها باعتبارها التزام اداء ايه؟ التزام اداء واحد. هنا بيقول لي مقاول بناء يدخل في عقد مع عميل لبناء، عميل لبناء، وكما هو معتاد في مشاريع البناء فان السلع والخدمات المختلفه تخضع، معلش نشيل بس ال كبير كبير بحيث يكون العميل في واقع الامر يحصل على نتائج ناتج منفرد وينظر الى العقد باكمله على انه التزام اداء واحد. يعني انا عميل مقاول جاي يعمل منشا، فبيقول لي انا هبص للمنشا ده كله بحاله كانه التزام اداء ايه واحد. انا هنا مش هقدر احول للعميل حته حته، ولكن انا هنا هعترف بالايراد بنسب الانجاز اللي انا من خلالها بشتغل، اللي هو انا المنشأ كله انا نسبه انجازي كام؟ 25%، اقدر ان انا اعترف بالايراد في حدود ال 25%، انا وصلت 50% اعتبر ان انا وصلت ال 50%. نيجي بعد كده اتكلمنا باسهاب على التزامات الاداء، على ازاي ان انا احدد ما هي التزامات الاداء اللي انا هحسب عليها الايه؟ الإيراد. طب نيجي بعد كده امتى؟ هيقول لي امتى ان انا اقدر ان انا اقول انا وفيت بالالتزام. هو ليه انا هنا قال لي الوفاء بالالتزامات الاداء؟ عندما تقوم المنشاه بالاعتراف بان هي اوفت بالالتزام عليها ان تثبت الايراد في الحاجه، لان هي قدرت ان هي تدي للعميل الحقوق اللي عليه اللي عليها لصالح العميل. فهنا بيقول يجب على المنشأة أن تعترف بإيراد عند وفاء المنشأة بالتزامات الأداء. يجب على المنشأة أن تعترف بإيراد عند
وفاء عند وفاء المنشأة بالتزامات الأداء، وذلك بتحويل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى العميل اللي هي أي أصل. هو هنا يعني كلمة أصل يا جماعة، يعني إيه يقصد بكلمة أي أصل؟ مش مقصود بيها أصول ثابتة، أي حاجة موجودة في المخزون عنده بيعتبر إن ده مورد من موارد الشركة وهي أصل من الأصول. فبيقول لي لما أجي أحول أي حاجة من أصولي للشركة سواء في المخزون أو في أعمال تحت التنفيذ أو في وحدات غير تامة، وحدات تامة، أنا بعتبر ده إن أنا بديله أصل. ويعد الأصل بناقد تم تحويله عند حصول العميل على السيطرة على ذلك الأصل. إحنا أضفنا منهج أو مفهوم جديد كامل للاعتراف بالإيراد. كنا في الأول بنقول بنعترف بالإيراد إمتى؟ عندما تنتقل المنافع والمخاطر من البائع إلى المشتري، وعندما لا يكون هناك تحكم من البائع في إداري في السلعة المباعة. هنا بقى غير الدنيا خالص. قال لي إيه؟ قال لي إن يتم الوفاء بالتزامات الأداء عندما يكون للعميل سيطرة على السلعة أو الخدمة اللي أنا ببيعها له، اللي هي الأصل اللي أنا بدور. يبقى إذن أنا عدلت مفهوم المحاسبة، وبما يتماشى طبعا أنا قلنا قبل كده إن كان موضوع نقل المنافع والمخاطر من البائع إلى المشتري لم يرضي المعايير الأمريكية ولا البريطانية وكذا معايير متعددة، ما كانش بتاخد بهذا المتطلب للاعتراف بالإيراد. فجه هنا عايز يعدل الدنيا، فبدأ يقول إن أنا هعترف بالإيراد عندما يكون للعميل سيطرة على الأصل اللي بيتباع. طيب يبقى انت عشان تقول لي في سيطره يبقى لازم تقول لي اديني مظاهر السيطره، يعني قول لي يعني ايه سيطره. طيب نقول يعني ايه سيطره. بيقول لي هنا يجب على المنشاه ان تقرر عند نشاه العقد ما اذا كانت تفي بالتزام الاداء على مدار زمني او انها تفي بالتزام الاداء عند نقطه من الزمن. يعني كده كلام تحسي موزون. بيقول لي هنا ايه، وانت في المنشاه اللي انت فيها لازم تحدد لي وانت بتعترف بالإيراد اثناء تنفيذ العقد في نهايه تنفيذ العقد في الاخر، ولا ممكن كل ما انت تعمل جزئيه من العقد تحولها للعميل فتعترف بالجزء دوت. على سبيل المثال انا متعاقد مع شركه، الشركه دي ان انا حديها 100 وحده من منتجاتي، ففي اول شهر انا اديتها 20 وبعت لها الفاتوره، هل هنا ما اعترفش بالإيراد إلا لما أخلص المية، ولا أنا ممكن أعترف على مدار زمني يعني كل ما حول له جزء أعترف بالإيراد؟ قال لي لا طبعا، طالما إني العميل بقى لي سيطرة على الجزء اللي أنت حولته له لازم تعترف بالإيراد. طب لو أنا لو ملوش سيطرة عليه، لا تستنى بقى خالص في نهاية لما العميل يسيطر. طب ايه يعني ندي مثال، يعني ايه في نهايه في نقطه من الزمن؟ عندي شركه انتاج سيارات داخل مصر، قلنا بتطلع 50,000 وحده سيارات، جت في 31/12 بتنزل الموديل بتاع 2022، فبص تلاقيت في 10,000 عميل عملوا تعاقدوا ودفعوا ثمن العربيات ديت لم يتم الانتهاء بها وانا بعمل ميزانيه في 2012. هل هنا استطيع ان انا اعترف بالايراد بنسبه الانجاز اللي انا عملته في العربيات؟ قال لي لا استنى بقى شويه، هل للعميل سيطره على العربيه اللي هي لسه في المصنع؟ قلت له والله مش عارف. قال لي طب اديني بقى مؤشرات، امتى نقول ان ليه العميل سيطره او عدم وجود سيطره. فبيقول لي هنا ان انا هعترف بالايراد اما على مدار زمني او عند نقطه من الزمن. كلمه نقطه من الزمن يعني عند انتهاء السلعه او الخدمه. تعد السلع والخدمات اصولا حتى ولو كان ذلك بشكل مؤقت، يعني انا بديك قطعه غيار برضو هي من اصول بعتبرها اصل لانها متاخده من المخزون عند استلامها او استخدامها كما هو الحال بالنسبه للعديد من الخدمات. وتشير السيطره
على أصل إلى القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع. هنا بيقول لي إن السيطرة، إن السيطرة دي المقصود بها إن العميل يقدر يوجه استخدام الأصل أو الحصول على المنافع بتاعته. يجب على منشأة عنده تقييم ما إذا كان العميل قد حصل على السيطرة على الأصل أن تأخذ في الاعتبار أي اتفاقيات لإعادة شراء الأصل. هنتكلم على الحتة دي سريعا، بس مش عايز أقطع موضوع الإيه السيطرة، لأن ممكن إن أنا أبيع مبنى عندي لأحد البنوك، يعني أنا عايز قرض من البنك، فاللي حصل إن البنك قال لي عندك ضمان، قلت له لا انا ممكن ارهن المبنى، قال لي لا انا مش عايز اخش معاك في نطاق الرهانات ونخش في قضايا وكلام من ده، انت هتبيع لي المبنى واول ما تخلص القرض انا هرجع لك المبنى بالشهر العقاري ونروح ابيعه لك تاني. طيب هنا بيقول لي هل العمليه هنا، هل البنك لما اشترى المبنى ده اصبح ليه سيطره عليه رغم ان هو ليه الشكل القانوني ان بقى مسجل باسمه؟ لا. ليه؟ لأن هنا العملية ما هي إلا ضمانة تمويلية للقرض، يعني لا البنك جه جاب الناس بتاعته قعدت، ولا الشركة ثابت خرجت العاملين بتاعتها من قلب الشركة، ولا اسم الشركة تغير من على المنشأ أو المبنى. فكلها تشير إن السيطرة لا زالت للشركة اللي هي باعت المبنى. يبقى معنى كده إن هنا نقول إيه؟ إعادة اتفاقية إعادة الشراء ما هي إلا عملية ضمان لتمويل القرض. طب أنا الشركة هنا تستبعد المبنى ده من دفاترها ولا أكن أي حاجة، ولكن إن هي تفصح على إن أحد المباني بتاعتها هي مبنى لصالح البنك لحين الانتهاء من القرض. طيب نيجي بعد كده، أنا عايز أدي مؤشرات، يعني إيه كلمة سيطرة؟ اللي هي دي الأساس اللي هنثبت عليها الإيراد. قال لي تتضمن السيطرة القدرة على منع المنشآت الأخرى من توجيه استخدام أصل والحصول على المنافع منه. حلوة، مهم جدا المعنى ده. يعني بيقول لي السيطرة إن أنت كشركة ما تقدرش إن أنت تديه لأي حد غيره أو غير العميل ده وإن هو ينتفع منه. يعني أنا اللي لما أخد الأصل ده ما فيش حد يقدر يجي يقول لي انا عايز اشغل معاك، انا عايز استخدم الاصل ده معاك، لا انا بقى ليه سيطره على الاصل. قال لي هنا وتتمثل المنافع من الاصل في التدفقات النقديه المحتمله. انا طبعا لما خدت الاصل ده واشتريته بقى ليه سيطره عليه، اكيد هشغل في انتاج هجيب لي فلوس، يبقى في تدفقات محتمله هتخش لي والتي يمكن الحصول عليها بشكل مباشر او بشكل غير مباشر بعده طرق. زي ايه؟ ان انا هستخدم الاصل في انتاج سلع وخدمات، فهتتباع السلع والخدمات ديت فتجيب لي فلوس، يبقى اذا انا ليا سيطره على الاصل زي المكنه فانا شغلتها في الشركه. طيب قال لي حاجه تانية، ان انا ممكن استخدم الاصل لتعزيز قيم اصول اخرى. قلنا ان انا ممكن اجيب موتور عربيه لان العربيه واقفه متوقفه، لما انا اشتريت الموتور ده وحطيته عززت العربيه عشان تشتغل. قال لي بعد كده ان انا ممكن استخدم الاصل لتسويه التزام او تخفيض مصروفات. انا رحت اشتريت اصل بيخفض لي الطاقه الكهربائيه اللي هي بتشغل لي الماكينات، يبقى اذا خفض لي المصروفات او ان انا اقدر استخدمه في تسويه التزام. قال لي حاجه تانية، ان انت تقدر لما خدت الاصل ده تبدله مع اي اصل تاني، ان انت يعني اكني خدته وبتبدله مع اصل ايه في عمليه مبادله مع حد تاني. ان تقترن الاصل وتاخد بيه قرض، يعني البنك لما يجي فبيلاقي ثلاث حاجات، يقول لي قيمه الاصل ده كام، الاستحواذ بتاعك عليه ايه، الملكيه بتاعتك عليه ايه. اذا توافر ده يبقى انت ليك سيطره، الاحتفاظ بالاصل اللي هي انت ليك استحواذ على الاصل. كل دول بيمثلوا مظاهر من مظاهر السيطره بتاعتك على السلعه اللي انت المنشاه هتعتبر ان هي حولتها لك وتعترف بالإيراد مقابل سيطرتك على السلعة. طيب قال لي عايزين نفرق بقى ما بين حاجتين، التزامات الأداء اللي بتتم على مدار الزمن، يعني أنا كل ما أعمل إنجاز هعترف بالإيراد مش هستنى للآخر، وفي التزام أداء عند نقطة من الزمن مش هقدر أعترف بالإيراد أبدا إلا في نهاية الانتهاء من الإيه
من السلع والخدمة اللي أنا بقدمها. قال لي طيب التزام الأداء التي يتم الوفاء به على مدار زمني؟ قال لي تحول المنشأة السيطرة على سلعة أو خدمة على مدار زمني، ولذلك فهي تفي بالتزامات الأداء وتعترف بالإيراد على ذلك المدار الزمني إذا تم استيفاء أحد الضوابط التالية. لو أنا استوفيت واحد من الاثنين دول أعترف بأن أنا عندي وفاء أن أنا أوفيت بالالتزام اللي عليه. أول حاجة قال لي يتلقى العميل المنافع الناتجة عن أداء المنشأة ويستهلكها في ذات الوقت. أنا جايب شركة حراسة بتحرس المبنى وبتحرس بالنهار وبالليل. طيب عقد الحراسة ده ب 120,000 جنيه في السنة. كل يوم الحراسة دي بتتم أنا بستهلك ليا سيطرة على الخدمة اللي أنا خدتها. فمعنى كده أن أنا ممكن الشركة دي تيجي في أي وقت تقول لي أنا النهاردة الشهر ده أوفيت بالحراسة بتاعتي، ممكن تحاسبني على الإيراد؟ أو لها أيوة، لأن أنا خدت منه سلعة وإيه والسلعة دي خلصت. قال لي تاني حاجة يترتب على أداء المنشأة إنشاء أو تحسين أصل الذي يسيطر عليه العميل في ذات الوقت اللي هي عمليات مشروعات اللي أنا شركات المولد. أنا عندي قطعة أرض فجدت شركة تعمل لي المبنى عليها. فلما جت تعمل لي المبنى عليها أول حاجة عملت لي الأساسات، بعدين طلعت لي بالدور الأول، فبيبتدي يديني مستخلص أول بالإضافات اللي أنا عملتها. طيب هو الحاجات دي هو نقلها لي؟ أيوة، لأن هي نقلها لي في المكان المملوك لي، يعني ده ملكي. فأي حاجة بتنضاف على الأرض دي بتعتبر منافع انتقلت لي بمجرد استحواذي على هذا المكان. يبقى إذن أنا لو أنا السلعة اللي أنا بقدمها إدت منافع بتستهلك في نفس الوقت زي الحراسة والصيانة والنظافة، يبقى إذن أقدر أن أنا أعتبر أن أنا هتستخدم طريقة الاعتراف الوفاء على مدار زمن، يعني أعترف بالإيراد أول بأول. ثاني حاجة أن تكون الحاجة دي بتتم عندي في نفس الإيه؟ في نفس المكان. طيب ثالث حاجة، ودي هنحط تحتها ألف خط لأن هنتكلم فيها شوية، بيقول لي لا يترتب على أداء المنشأة إنشاء أصل ليس له استخدام بديل لديها، وللمنشأة حق واجب التنفيذ في تحصيل مقابل الأداء. طبعا العبارات نفي نفي إثبات، يعني بيقول لي لا يترتب على أداء المنشأة إن أنت تنشئ أصل يبقى أقدر أديه لأي عميل، يبقى دوت مش مدار زمن. يبقى أنا لو أنشأت أصل ما أقدرش أديه لأي عميل غير العميل اللي أنا اتفقت معاه عليه، أقدر إن أنا أطبق المدار الزمني. طيب أنا لقيت العبارة هنا في المعيار المصري يمكن بس يعني ما اتخذها بنظام النفي للنفي فمش واضحة. لما نيجي للمعيار السعودي بيقول لي إيه؟ أداء المنشأة لا ينشئ أي أصل لا استخدام بديل للمنشأة. يعني أنا لما أنا عايز أشتغل بنظام الاعتراف بالإيراد على مدار زمني ما ينفعش الأصل ده أديه لأي واحد تاني غير العميل اللي أنا اتفقت معه. طيب لو أنا العميل اللي أنا بعمله الأصل ده محال إن أنا أديه لواحد تاني، هل أستطيع إني أنا أعترف بالإيراد على مدار زمني؟ نتكلم زي إيه؟ مصر راحت عقدت على إنشاء قمر صناعي ليها مثلا في أوكرانيا، هيتكلف 200 مليون دولار. الشركة اللي بتصنع ده اللي هو الأقمار الصناعية قالت لي تعالى اتفق معايا انت متطلباتك ايه؟ قلت لها انا عايز الأقمار الصناعي ده يعمل لي كشف عن المعادن الموجودة في الأرض، يديني صور فوتوغرافية، يديني صور جيولوجية، يديني كذا ويديني كذا. بدأت تصنع هذا القمر الصناعي خصيصا لصالح مصر. هل وقعت معايا الاتفاق وخدت الدفعة المقدمة لعملية التصنيع؟ هل هنا بتنتج الأمر ده عشان تقدر تديه لأي حد تاني، ولا هو خصيصا لهيئة للقطاع الاتصالات في مصر؟ لا، أنا بنتجه خصيصا لهذا. هنا لا يوجد بديل،
لدى الشركة المصنعة إن هي تدي الأصل ده لأي حد بخلاف الشركة اللي تعاقدت معها. يبقى هنا تقدر تعترف بالإيراد بنسبة الإنجاز. طيب ندي مثال تاني، شركة من شركات البترول راحت تعاقدت في أوروبا على إنشاء 2 حفار قيمة كل حفار يساوي ما يعادل 3 مليار جنيه. الحفار ده بيتصنع خصيصا لصالح الشركة دي. هل الشركة اللي بتصنع فابريكيشن للحفار تستنى لغاية ما الشركة تيجي تستلمه عشان تعترف بالإيراد، ولا يجوز ليها وفقا للفقرة دي إن لا يمكن حد ياخد الحفار إلا الجانب الشركة المصرية اللي هي متعاقدة معاها لأن هي اللي طالبة المواصفات؟ المعيار بيقول لي طب إيه الصعوبة إن هي تدي لأي حد تاني؟ نتيجة إن أنا كعميل طلبت مواصفات مخصوصة، من الصعب على الشركة إن هي تجد عميل تاني يقول أنا عايز نفس المواصفات دي. وبناء على كده قالت إذا كان المنشأة ليس لديها بديل في إن هي تسلم السلعة أو الخدمة إلا للعميل ده، يجوز ليها إن هي تعترف بهذا الإيراد بتاعها على مدار زمني. هتدخلني بقى في نقطة لقطاع من أهم قطاعات الدولة، وهو قطاع التطوير العقاري. التطوير العقاري كان كل محاسبي مصر بيقول إن معيار 11 بيقول إن لا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عندما تنتقل السلع المنافع والمخاطر من البائع إلى المشتري. طب أنا عندي 1000 وحدة سكنية، وفي السنة الأولى 1000 وحدة تم بيعهم، تم البيع خلاص. طيب أنا بعتهم والعميل دفع الدفعة المقدمة 20% من العقد وبدأت أنفذ، فإيه اللي بيحصل هنا؟ السنة الأولى أنا مش هعترف بالإيراد، أنا بسلم بعد 5 سنين الوحدات السكنية. فالسنة الأولى ما فيش إيراد، السنة الثانية ما فيش إيراد، السنة الثالثة ما فيش. طب أنا هنا بعتمد علي أن معيار 11 قال لي إيه؟ قال لي لا تنتقل، لا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عند انتقال المنافع والمخاطر من البائع. صوت واضح ان الصوت عند الاستاذ سيف مشكلة عنده. استاذ سيف فصل الصوت عنده، فصل صوت وصورة، هو يبقى خرج بقى. ممكن يكون الزوم ده المفروض بتايم. لا ده مفتوح. ده مفتوح. مفتوح. اوكي ممكن يبقى مشكلة فنية من عندهم ده. هو ساعات النت بيسحب بيقطع كده من عند ال سيف فيفصل خالص. وانت رايح الصبح يا عم شويه، قالوا استاذ سيف المفروض يرفع كفاءه النت شويه، يضحي بشويه فلوس يعني. بيحاول يرجع. أبوز ما عندكش مية. واضح إن الأستاذ أسامة إيمان هو اللي عمال يظبط في الدنيا، ف بيخش ويخرج. أستاذ سيف لسه ما دخلش تاني مش كده؟ لا لسه ما دخلش. هو
الاستاذ في الاستاذ اسامه ايميل اهو تقريبا هو اللي بيظبط. احنا بنحاول استاذ انسي نتواصل مع الاستاذ سيف، والحقيقه المعيار بتاع الايراد ده معيار ممتع الحقيقه ومليان تفاصيل كتير، والحاجه الغريبه ان هو غير مفاهيم الحقيقه احنا اتربينا عليها، يعني غير مفاهيم احنا بقالنا سنين طويله شغالين عليها. احنا المره اللي فاتت ناقشنا فكره الخمس خطوات بتوع تحقق الايراد، النهارده الاستاذ سيف بياخد تطبيقات على فكره التزامات العقد ومدى التحقق بتاع الإيراد بتاعها، وإيه نوعية الإيرادات اللي تعالج إزاي. معرفش حضراتكم شايفين معانا إن هذا الموضوع ممكن يأثر فعلا على الميزانيات اللي طلع عند حضراتكم السنة دي بتأثير كبير ولا تأثير محدود؟ حسب النية. لا لا لا، مالناش دعوة بالنيات يا دكتور. لا هي برضو يعني تعمل كفيل معي. لا برضه ما زالت السلطه التقديريه في الموضوع زي ما هو، يعني مش ما فيش معايير محدده يمكن الاعتماد عليها حسب رؤيتي انا. هو الحقيقه في يعني نشاط الاستثمار العقاري والمقاولات اكتر نشاط هيمر بتاثر كبير جدا. لا يعني انا هضرب لك مثال. لو بنتكلم على عقد الصيانه خلال فتره معينه، يعني وطبعا المفروض ان ليها مبلغ، يعني هنا الصيانه هو يعني هو ممكن تعدي المده من غير ما يعمل له صيانه خالص ويبقى المبلغ حق، ولا هل هو مرتبط بان يعني لو حصلت صيانه يعني التزام الاداء هنا هيربطه بالمده ولا بالصيانه الفعليه مثلا؟ اذا كان فندم هو مربوط في العقد بالمده يبقى هو بالمده. يعني انا زي ما بقول لحضرتك، لو سمحت يا دكتور تجيب لي عربيتك اعمل لك صيانه كل سنه، انت فوتت اول سنه لا خلاص، معناها انا بالنسبه لي الايراد عندي تحقق بتاع النصيب من صيانه بتاع عربيتك. عبرت غلط انا. لا هتثبته يعني هنا في اخر السنه ولا هتشتغل عليه على اساس معيار زمني؟ ده اللي انا بسال عليه. يعني انت بتقول لي السنة ما خلصتش. انا بتكلم تحقق الايراد هنا لو انا اعتبرته على مدار زمني، كل ما تمر مدة، بس كل ما تمر مدة ده مرتبط بالتزام تم اداؤه وتم استهلاكه في نفس الوقت زي ما هو قال، وهي شبيهة جدا بالمعايير اللي موجودة مع الضريبة على القيمة المضافة برة، يعني مكان الاداء مكان الاستهلاك. بس طبعا يعني اعتقد ان هي يعني هو الحقيقة العرض مختلف تماما، احنا سمعناه قبل كده المعيار، فبيدي اضافة يعني عرض ميكروسكوبي الحقيقة. يعني هو وصل هو استاذ سيف يعني ليه طريقة في العرض جميلة الحقيقة. لا الحقيقة التفاصيل كانت ممتازة ويعني اضاف للمعيار كتير، احنا سمعناه قبل كده كتير، يعني عرض جديد وعرض متميز. انا مش عارف هو مش عارف يخش عندنا النت قطع عنده لغاية دلوقتي ولا ايه، مش عارف. الصوت عنده الاستاذ عماد ده يفتح له، ان هو ادام خرج وجي يبقى الصوت هيبقى مقفول عليه. يا استاذ عماد انت شايفه؟ شايفه موجود ومقفول عليه، الصوت عنده مقفول، عايزين عماد طيب. بس يفتح له استاذ عماد. شكرا يا جماعه، انا معتذر جدا. فتح له. اهلا بيك يا سيف بيه، معلش. اهلا بيك الله يخليك. انا اللي اسف جدا والله. لا اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك يا فندم، الله يخليك. احنا مستمتعين الحقيقه، مش عايزين الليله تعدي تخلص يعني. الله يخليك. طيب انا بس النقطه دي معايا، هنعمل شير تاني. طيب اعمل شير. طيب اوكي ماشي كده، اتفضل يا فندم. طيب النقطه دي في غايه الاهميه يا جماعه، لانها بتاثر على
قطاع من قطاعات الدولة قد يصل إلى يعني عشرات المليارات في عدم الاعتراف بالإيراد على مدار زمني. قلنا إن لو أنا المنشأة ليس لديها بديل إن هي تدي السلعة أو الخدمة إلا لشخص واحد متعاقد معها، يبقى إذن تستطيع إن هي تعترف بالإيراد على مدار زمني. وكلمة مدار زمني يعني على نسب الإنجاز اللي هي بتعملها لهذه السلعة. فنيجي ناخد التطور شركات التطوير العقاري، فنلاقيها إن هي نفترض إن في شركة اشتغلت في 2018 بمجمع سكني في التجمع مثلا، وهتنشئ 1000 وحدة سكنية. الألف وحدة سكنية دول لما نقول الوحدة السكنية لوحدها بمليون، يبقى بنتكلم على مليار جنيه. طب الشركة دي استطاعت ان هي وفقا لظروف المكان بتاعها الرائع ان هي تبيع الألف وحدة سكنية. وبعدين العيار هنا بيقول لي ايه؟ لو انت كشركة ما تقدرش تدي الوحدة السكنية دي ابدا الا للشخص المتعاقد معاه، لازم تعترف بالإيراد على مدار زمني. طب انت جبت الكلام ده منين؟ قال لي هنا ايه؟ يعتبر الاصل الناشئ عن اداء المنشأة ليس له استخدام بديل، يعني ما تقدرش تديه لحد تاني، اذا كانت المنشأة اما مقيدة تعاقديا من توجيه الاصل لاستخدام اخر خلال انشاء او تحسين ذلك الاصل. يعني بمعنى لو انا بيني وبينك عقد، والعقد ده لو انا خالفته ان انت تقدر توجه لي تهم قانونية بالتدليس، وتقدر ان انت تشهر بيا وان انت تقفل الشركة بسببه، انت هنا ليس لك بديل الا الراجل اللي انت وقعت معاه العقد. طيب العقد ده مميز؟ طبعا مميز. ده انا اقدر اقول انا واخد الشقة اللي في الدور الثالث اللي على اليمين اللي يحدها شرقا كذا وغربا كذا وجنوبا كذا وشمالا كذا، هنا العقد متميز تميز كامل. يبقى زي ان انت تيجي تقول لي لا انا مش هديك الاعتراف بالايراد الا بعد العميل لما يجي يستلم المنشأة. هما المعيار اتعدل ليه؟ دي اول نقطة. نقطة يعني انا معلش يا جماعة، انا النقطة دي بقولها ليه؟ انا كنت لسه بستمع لندوة رائعة من عمالقة المحاسبة في مصر، ولكن كان القرار النهائي لا، ما لا يتم الاعتراف بالإيراد في شركات التطوير العقاري إلا بإنتهاء الوحدة السكنية. طب المعيار ده بيقول إيه؟ المعيار ده بيقول لي إني لو أنت ليس لك بديل السلعة أو الخدمة دي لأي حد تاني غير اللي أنت متعاقد معاه، ما تستطيع أن أنت تعترف بالإيه؟ بالإيراد على مدار زمني. طيب أنا هنا ملزم ليه؟ لأن القانون المصري يحمي المشتري. إني أنا لو أنا استطاعت شركة إن هي تبيع الوحدة السكنية لأكثر من حد، يستطيع إن هو يقاضيها ويحصل على تعويض قد يعرض الشركة لمخاطر جسيمة. يبقى طب إيه ده؟ هو ما سابهاش برضو كده، قال لي أنت عايز تعترف على مدار زمني بس يبقى ليك شرط كمان غير التعاقد. إيه هو؟ ان النسب الانجاز اللي انت بتعملها يكون ليك الحق ان انت تاخد المقابل بتاعها من العميل، يعني تنتقل للعميل بيسدد قيمه الانجاز بتاعها. طب نيجي نشوف السياسات الماليه في مصر للتطوير العقاري. اما بتيجي تروح تشتري شقه، ايه اللي بيحصل؟ انه بيوقع معاك العقد ويقول لك ادفع 20% كاش دلوقتي، بتدفعها ويقول لك انت حاجه من الاثنين، لا تقسط معايا لا تقسط مع شركة تمويل عقاري. لو شركة تمويل عقاري بتسدد ثمن الشقة للشركة على طول، يعني شركة خدت ثمن الشقة وهي لسه في الإنجاز. طيب لو هي بتقسط بمعرفتها، دايما توازن ما بين نسب الإنجاز على الخمس سنين اللي هيسلمها فيها الشقة، بيكون العميل دفع القيمة بتاعته. طيب أنا في الندوة اللي أنا سمعتها لبعض الزملاء الأفاضل يعني الأجلاء في عمالقة المحاسبة، قالوا إحنا بناخد يمكن بمبدأ الحيطة والحذر باعتبار إن قد العميل يرجع في كلامه. طب يا جماعة أنا جميع الولايات اللي شغالة في مصر اللي هي بتبيع بما يقرب من 10 مليون جنيه في اليوم، عندها شهر العميل يقدر يرد المبيعات بتاعته. المعيار استحدث فقرة في غاية الروعة لعمليات الارتجاع.
قال لك يا شركه قدري القطاع بتاعك كله ده نسب الارتجاع في حدود كام. فنفترض ان انا عندي 1000 عميل في 50 واحد هيرجعه، يبقى في نسبه 5%. يبقى هنا اعترف بالايراد في حدود المبيعات اللي تمت ب 950 وحده سكنيه، واجل الاعتراف بال 50 لغايه ما يبقى عندي ترجيح ان ما فيش حد هيرجع في التعاقد بتاعه. يبقى اذا النقطه ديت، طيب نتيجه ان انا مش هطبق المعيار ده واقول لا انا لسه شغال بنظام تنتقل المنافع والمخاطر للمشتري، ده اثر على الحصيله الضريبيه للدوله. لان انا تخيل شركه اتفتحت في 2018، العميل المساهم اللي ليه اسهم في البورصه راح يسال على ارباحه، قالوا له لا احنا اسفين اصلي المعيار بتاعنا بيقول ما نعترفش بالايراد. راح سنه 19 قالوا له لا برضو بس احنا لسه ما خلصناش. راح سنه 20 21 22 بدا يعترف بالايراد. هي في محاسبه كده؟ هل ممكن ان انا اتخيل في محاسبه ان المساهم ان يفضل قاعد 5 سنين والمبيعات تمت في اول سنه وانا اقول له لا مش هعترف باي ايراد؟ النقطه الثانيه، العميل اللي اشترى نفسه مني الوحده، ايه اللي حصل؟ ان بعد نسب الانجاز ما بدات تطلع وبدا الوحدات السكنيه تبان، بدا العميل هو نفسه يتاجر في الشقق دي ويتربح فيها. ليه؟ لان اصبح لي سيطره على هذه الوحده السكنيه. عشان كده انا يعني بتمنى ان النقطه دي يكون محل دراسه في مدى توافق شركات التطوير العقاري مع العقود الموجوده، وان العميل بيدفع قيمه ما يتم انجازه، بالاضافه الى الفقره الجيم اللي هي بتدي الحق لشركات التطوير العقاري ان هي تعترف بالايراد بتاعها. انا عايز اجيب مثل كده سريعا يا جماعه ونرجع تاني، اني اجيب لكم الاعتراف بالايراد في شركتين من شركات التطوير العقاري. اللي هنا دي شركه من اكبر شركات التطوير العقاري في الوطن العربي ولها فروع في كل انحاء الوطن العربي. قالت لي ايه في الاعتراف بالايراد؟ يجب على المجموعه، لان شركه قبض، تقييم كل عقودها مع العملاء لتحديد ما اذا استوفيت التزامات الاداء مع مرور الوقت اللي هي على مدار زمن او في وقت محدد، يعني في انتهاء الايه الوحده السكنيه لما تخلص، من اجل تحديد الطريقه المناسبه للاعتراف بالايراد. ولقد قامت المجموعه بالتقييم استنادا الى اتفاقيات البيع والشراء المتفق عليها مع العملاء ونصوص القوانين واللوائح ذات الصله، حيث تم إبرام العقود لتقديم موجودات عقارية للعملاء، يعني حيدوهم اللي هي الوحدات السكنية أو موجودات أصول عقارية، ولم تخصص المجموعة بند موجودات ذو استخدامات بديلة للمجموعة، يعني ما عندهاش أصول تقدر إن هي تتحكم فيها تديها لأي عميل، لا ده هي بتديها للعميل اللي هو متعاقد معاه بس. وعادة يكون لها حق ملزم في دفعات الأداء المنجز حتى الآن. في هذه الظروف تقوم المنشأة، تقوم المجموعة بالاعتراف بالإيراد مع مرور الوقت، يعني ما قالتليش مع نقطة من الزمن، قالت لي بعترف بالإيراد اللي هو بنسب الإنجاز، وفي حالة عدم حدوث ذلك يتم الاعتراف بالإيرادات في وقت محدد. يعني لو أنا عندي خلاف إني ما فيش العقد ما بينصش على ان العميل يستلم هو اللي يستلمها، اقدر ان انا اقول، لكن هي بتعترف بالايراد على مرور الوقت. دي شركه من اكبر شركات التطوير العقاري في الوطن العربي. ناخد بقى شركه من داخل مصر، بيقول لي يتم اثبات الايراد من بيع الوحدات السكنيه والمهنيه والتجاريه والخدميه والفيلات المتعاقد عليها عند انتقال كافه منافع ومخاطر الملكيه والتسليم الفعلي للعملاء، سواء كانت هذه الوحدات والفيلات قد تم تنفيذها كليا او جزئيا، يعني تشطيب او نص تشطيب، كما يتم اثبات الايراد من بيع قطع الارض عند تسليم الارض. هنا عايز يقول لي انا ما بعترفش الا لما العميل يخش ويقعد في قلب الوحده السكنيه، اقول طب انا العميل مسافر وهيجي لي بعد سنه، استحاله اعترف بالايراد. الشركه زي ما انا قلت كده كانت، يعني انا بقول الشركه دي لديها مبررها،
لأنها كانت شغالة على معيار 11. لا يمكن في ظل معيار 48 أنا لا الإفصاح ده موجود، لا يمكن، لسبب بسيط إن المعيار الداني إلزام إن قال لي إن أنت تقدر تعترف بالوفاء على مدار زمني إذا كانت الـ 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 الأصل اللي أنت بتبيعه ليس له استخدام بديل غير الراجل اللي أنت بتبيعه. طب أنا العقود المصرية كلها لا يمكن لأي شركة إن هي تبيع الوحدة السكنية لأكثر من عامين. فالنقطة دي أنا بتمنى إن هي تكون محل مأخوذ من عمالقة المحاسبين في مصر، وتكون شركات التطوير العقاري تتماشى مع الجديد بتاع معيار 48. يجب على الأولى شركة غير مصرية أستاذ سيف؟ الشركة ديت اللي فوق شركة خليجية ولها غير مصرية، بلاش غير مصرية عشان نعرف الفرق بس. نعم غير مصرية. غير مصرية خلاص. بس هو في نقطة الإيضاح اللي أنا جايبه ده قبل تطبيق معيار 48. لكن أنا متخوف من إيه؟ إن أنا سمعت لسه ندوة قريبة قالوا لا إحنا لن نعترف بالإيراد إلا مع استلام العميل. طب أنا بناء علي المعيار بيقول غير كده خالص. المعيار بيقول لو أنا ماليش استخدام بديل تعاقديا، يعني بسبب العقد إن ما يقدرش يد الشقة دي لحد واحد. هيقول لي طب تاني أنت قلت لي لو أنا شركة سيارات وكل السيارات اتحجزت وشركة السيارات وصلت 90% من إنجاز العربية، هل أستخدم مدار زمني ولا لا؟ أقول له لا، لأن العربية أنا حاجز عربية موديل كذا أسود، ده الشركة أنشأت 10,000 عربية سودة، أنا واحدة بتاعتي هنا أصبحت غير مميزة. أما الوحدات السكنية العقد ينص شرعة على التميز للوحدة السكنية، بيقول لي يا حدان من الشرق كذا من الغرب كذا بجميع الصفات بتاعت الوحدة السكنية. طيب أنا يعني بكتفي بالجزئية دي هنا ونكمل بعد كده. ولي استفسار يا سيب بيه بعد إذنك. تفضل يا أستاذ محمود. أولا مساء الخير وأنا سعيد أن أسمع صوتك. ربنا يبارك لك حضرتك. بعد إذنك بعد إذن نزول الدكتور مصطفى الأستاذ أسامة بعد إذن سعادتك. دكتور محمود. بعد إذنك. تفضل معايا دكتور. شاكرين حضرتك. تفضل يا دكتور. قد يكون المقصود بالمعنى ليس لها استخدام بديل، قد يكون لها المقصود اللي هي مبنية بمواصفات محددة. يعني بعمل كمباوند والكمباوند دي فيها حته ارض موجوده. ممتاز جدا السؤال ده. انا قلت ابنيها بمواصفات صح. كلامك صح يا استاذ محمود. ان انا قلت ان انا ممكن اكون بعمل حفار فليه مواصفات محدده، لكن هو جه قفلها لي ازاي بقى؟ قال لي يعتبر الاصل العباره معلش اللي هي انا راجع للسلايد اللي هي الفقره الثالثه. يعتبر الاصل الناشئ عن اداء المنشاه ليس له استخدام بديل، خلاص بيقول لي ملوش استخدام بديل. إذا كانت المنشأة إما مقيدة تعاقديا، قال لي تعاقديا مش بالمواصفات، يعني في عقد يلزم الشركة إن ما يكونش للوحدة دي أي استخدام بديل غيرها. فهنا إن بناء على كده أقدر إن أنا أعترف، مش أقدر، يجب إن أنا أعترف بالوفاء بالالتزام بنسبة الإنجاز على مدار زمن. تيجي تقول لي هو في شركة في مصر تقدر تبيع الشقة لعاملين وإلا تعرضت لعقوبات قانونية وتعويضات. فأنا يعني الفقر هنا واضحة إن هو ربطها بالتعاقد، مش يعني مش أنا كنت بقول النقطة بقى التانية اللي بعديها اللي هي بتاعت المواصفات. قال لي لو هي ذات مواصفات خاصة يعترف، لأن من الصعوبة إن الشركة دي تبيعها لحد غيره لأن ممكن ما تلاقيش عميل. وهنا بيقول لي ويتم تقييمه اذا كان اصل استخدام بديل للمنشاه عند نشاه العقد وبعد نشاه العقد لا يجوز المنشاه تحديث تقييم الاستخدام البديل. دي اللي هي نقطه ثانيه. انا خايف بس يا استاذ سيف، هي وده من المعيار مترجم الهون فيه. انا حاسس اللي انا بقراه، انا حاسس ان المشكله في الترجمه. لا يا فندم ده المعيار نفسه. انا واخد ايوه يبقى ده المعيار المصري مترجم من المعيار الاجنبي. ايوه طبعا. يبقى المشكله مشكله ترجمه الحقيقه. يعني انا فهمت. طب معلش يا دكتور مصطفى، معلش انا يعني وصلت للمفهوم ده ازاي؟
انا حاسس انها انا حاسس التعبير سيف بي سيف بي تسمح لي بس بمداخله سيف بي اسمح لي بمداخله هو نشاط الاستثمار العقاري او التطوير العقاري فيه مشاكل كتير قوي وفي مسليدنج جدا في تطبيق هذا المعيار ويمكن ده ناتج لان طبيعه الصناعه دي في مصر فيها نوع من الـ من الـ من التغيرات شويه فيها كذا نشاط يعني هو بيروج ومقاول وبياع وفي نفس الوقت بيقسط فيها مشاكل كتير قوي هستأذن حضرتك نعبر بمرحله التطوير العقاري دي لان ليها جلسات خاصه بيها وليها نظام خاص بيها لان الوقت طبعا بيأزف علينا احنا تطبيق المعيار تطبيق المعيار يجب ان يشمل ميزانيات 21 فانا النهارده لما معلش انا بدي وجهه نظري للشركات اللي هي بتنشئ وحدات سكنيه وبتبيعها وبتنتظر المحاسب المراقب الحسابات يقول لا ما تعترفيش بالايراد الا بعد 5 سنين ماشي فانا النهارده بقول له المعيار ده صدر مخصوص عشان يشيل العوار اللي كان موجود في معيار 11 لاني معلش احنا عندنا موائمه ما بين مفهوم كلمه الدخل والايراد الدخل هو اي منافع اقتصاديه تعود على المنشاه هو انا النهارده لما يكون عندي تكلفه الوحده السكنيه اللي انا بعملها وصلت 50% منها ب 300000 جنيه ب 300 مليون جنيه والقيمه التعاقديه بتاعتها 600 مليون هو انا ما بقاش عندي منافع اقتصاديه مستقبليه فانا النهارده لما اشتغل ان الدخل يختلف عن الايراد هنا المعيار ده هنا جه عدل المفاهيم بتاعه معيار نقل المنافع والمخاطر وشالها تماما وقال لك ان يكون لي سيطره والسيطرة سيطرة تعقدية فهنا النقطة أنا يعني حبيت بس أن أنا أفتح المجال في النقطة دي وأنا لا أتخيل أن في أستاذ أسامة ممكن دقيقتين بعد إذنك ولا صح؟ تفضل يا طيبي تفضل يا فندم الله يخليك متشكرين يا أستاذ سيف بصراحة حضرتك دخلت في المعيار في تفاصيل يعني إحنا بصراحة المعيار ده تهين فيه توها يعني ما يعلم بها إلا ربنا بس انا عايز اوضح حاجه بالنسبه للاستثمار العقاري الاستثمار العقاري في مصر قبل هذا المعيار لا يوجد له عرض التطوير العقاري مش الاستثمار العقاري لا يوجد له معيار في كيفيه الاعتراف بالايراد ولذلك صدر تفسير دولي رقم 15 في شهر يوليو 2007 وحدد لي ازاي اعترف بالايراد بالنسبه للتطوير العقاري وحددها في جزئيتين الجزء الاول قال لك إذا كان العميل لا يتدخل في التعاقد معاك في شراء الفيلا أو الشقة أو المبنى يتم الاعتراف بالإيراد عند التسليم ونقل المنافع ولذلك الإيضاح اللي حضرتك قريته هذا الإيضاح اللي قبل المعيار واللي بتطبقه في شركات في مصر هو متماشى مع التفسير الدولي والتفسير بيأخذ قوة المعيار طالما لا يأخذ معيار أما إذا كان العميل بيتدخل معاك في شروط تصميم الفيلا وإنشائها أو الشقة أصبح عقد طويل الأجل واعترف بالإيراد بنسبة الإتمام وهذا ما نص عليه التفسير وده اللي كنا شغالين عليه في مصر إنما مع صدور هذا المعيار الجديد المتعلق بالإيراد أصبح علينا إن احنا نلتزم بالمكونات الخمسة اللي هي تحديد العقد والتزامات الأداء والسعر وتوزيع سعر المعاملة والكلام ده فالقصة اختلفت ولذلك أنا بقول ده مبرر ليه إحنا كنا في مصر بنكتب الإيضاح ده بنستند للتفسير 15 أكيد. بس دي برضو ما هي دي مرتبطة يا أستاذ عطية بفكرة السيطرة يعني فكرة السيطرة لابد أن يكون ليها يعني معنى محدد يطبق على الكل لأن الأستاذ سيف أشار لجزئية مهمة جدا هفترض أن أنا عندي مطور عقاري أوراقه المالية مقيدة في البورصة أو متداولة في البورصة ومطور عقاري أوراقه مالية مقيدة بس أو غير مقيدة هنا فكرة تحقق الإيراد يعني وجدانية ممكن تبقى مختلفة فممكن هنا أخشى السلطة التقديرية اللي أنا كنت بتكلم فيها مع أسامة علشان كده يعني الحوار مهم الحقيقة ما زلنا نستخدم السلطة التقديرية بصراحة مع المعيار ده بصراحة دي كلها هو هتأذنك برضو بعد إذن الثواني والقطع بعد إذن ساعتك يا شبيه أستاذ عفاف بعد إذنك الصوت يا أستاذ عفاف
سيبيه بعد اذن سعادتك. تفضل يا دكتور محمود. انا بعد اذن دكتور مصطفى هستعير منه لفظ دايما بيكرره، نحن تلاقينا لنختلف وليس على خلاف. المنصة للاختلاف وليس للخلاف. للخلاف، وهي احنا مش مختلفين، ما فيش خلاف بينا الحمد لله. وانا يعني انا بتبنى راي الدكتور الاستاذ اسامه في الجزئيه ديت. الجزئيه ديت فعلا محتاجه اعاده نظر ومحتاجه دراسه اكتر زي ما انت حضرتك اشرت ليها، علشان ناخد فيها قرار. وان انا مختلف، قد يكون مختلف مع حضرتك في الجزئيه ان انا ممكن الرد على الاساس الزمني في الجزئيه الوحيده فقره جيم، ان هو العقار يكون له مواصفات معينه وفي سيطره خلال الانشاء، وبالتالي هعترف. لكن اللي حضرتك بتشير اليه، احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنستخدم المعيار دلوقتي وهنقفل 21، وبالتالي قد يكون في معالجات محاسبيه لا تتفق مع المعيار. فيبقى خلينا نقطه خلاف او نقطه خلاف مع بعضنا في الجزئيه ديت. وانت طرحت حضرتك الراي واحترامه، وبرضه خلينا زي ما قلت قبل كده ان احنا خلينا ندرس وناخد قرار فيه ده بعدين ساعتك. شكرا يا مصطفى بيه، شكرا. انا يمكن لما جبت الـ يعني الـ يعني نقطه غريبه جدا، اني انا جبت الايضاحات المتممه لشركه من اكبر شركات التطوير العقاري اللي هي بتعترف ب الوحدات السكنية بتاعتها على مدار زمني. وطبعا أنا برضو دي نقطة قد تؤثر على سوء التطوير العقاري في مصر، فأنا برضو بطرحها مرة تانية وثالثة للمناقشة، إن لأنها زي ما قلت كده بتأثر على المساهمين اللي في البورصة اللي منتظر توزيعات أرباح، إن أنا بقى قعده 5 سنين أقول له إحنا ما بنعترفش بإيرادات. النقطة الثانية بتصل على حق الدولة في الاعتراف بإيراد. الإيراد هيتولد عنه ربح وهيتولد عنه ضريبة، فيجب إن الفقرة جيم تأخذ من الأهمية إن موقفها إيه، حتى لو أدى. طبعا أنا الأستاذ عطية أصر ملحق 15 تفسير 15، طبعا معيار 48 لغى تفسير 15، يعني أصبح لا يوجد له في ظل تطبيق معيار 48 ليس له أثر في التطبيق، وإنما إن قدر المعيار إن هو يغطي لي الجزئية دي. طيب أنا عايز بس أرجع تاني أستاذ سيف للسلايد اللي قبل ده، اللي هو بتاع الفقرة جيم، هو موجود. أنا عايز أكد بس إن أنا حاسس إنها مشكلة ترجمة. ليه؟ لأن أولا المعيار هو المعيار مش المصري زي الدولي حسب ما أنا فاهم. أيوة. وفي نفس الوقت السعودية أساساً قايمة ما بتترجمش. السعودية قايمة على إن الالتزام بالمعيار الدولي ما بتستناش أما تترجم زينا. أيوة. مظبوط يا أستاذ عطية؟ مظبوط. أنا بقى هي دي بقى. الترجمة، خد بالك إن الفقرة جيم هنا والفقرة جيم هنا، إن الخلاف خلاف ترجمة. بس هو انا اكد عليه لان انا الاولاني نفي اثبات الثاني، بس هو النص الانجليزي واحد، واكد لحضرتك ان النص بالانجليزي واحد. لكن أيوة هي عشان كده انا باكد ان احيانا المشكله مشكله الترجمه، انها بتميل للجانب الحق. وطبعا انا خايف من اسامه، هو اسامه مش موجود ولا ايه؟ لا تحت امرك يا معالي دكتور. انا ما اقدرش اتكلم، انا باكد ان الترجمه، لان الترجمه مهمه جدا 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 جدا، ان انا بترجم معنى مش بترجم ترجمه حرفيه. علشان كده انا بحاول اسرق يعني المعنى من وتخيله. يعني هي في نقطه اخيره بعد اذنك دكتور مصطفى، وانا هسيب الموضوع للاستاذ سيف يكمل بعد اذنك، ان انا بس ياكد لنا استاذ اسامه الجزئيه ديت، هل فعلا المعيار يعني يتم تنفيذه اعتبارا من 22 ويترتب اثاره في 21؟ ودي جزئيه المفروض استاذ اسامه مشكور، لان انا قريت فعلا حاجه كده ان هو اتاجل ويتم تنفيذه بدءا من يناير 22. فرجاء ياكد لنا النقطه دي لو انا فاكرها يعني. بس لا فاهم، هو في معالجه داخل هذا المعيار مشكله بالنسبه لشركات تطوير عقاري، كان طلع بيها بيان من لجنه معايير الشهر اللي فات، وبيتكلم عن الاوراق الماليه المستلمه من العملاء عن وحدات لم يتم البدء في انشائها، لم يتم البدء في انشائها. فدي بره النطاق اللي الاستاذ سيف بيتكلم عنه شويه، دي مختلف شويه. وبرضه بفضل ان احنا ناجل يعني هو اتاجلت المعالجه المفترضه ليها الى نهايه 22،
بحيث ان هي تبقى زي معالجه انتقاليه للفتره دي. يعني انا عارف ان موضوع التطوير العقاري ده والاستثمار العقاري فيه مشكله كبيره، مشكله كبيره جدا، وانا واثق ان احنا بمجرد انتهاء القوائم الماليه في 31/12/2021 هنمر في دايلاما كبيره جدا، وحتى المقارنات ما بين الشركات زي ما الاستاذ سيف بيقول كده هتبقى صعبه جدا، لانه كل شركه ماشيه باساس معين وبفكر معين. اعتقد كمان ان مصلحه الضرائب هيبقى لها راي في هذا المنظومه بشكل مختلف، فاعتقد ان احنا هنمر في جاب كبير. اعتقد انه برضو مش مجاله الوقت ده والزمن ده، الساعه 10 تعدت العاشرة، فاحنا يعني عايزين نقفل بس التطوير العقاري دلوقتي يا سيف بيه، وقدامنا بالظبط 5 دقائق عشان نقدر ننتهي من المحاضره. ولو اقتضى الامر جزء ثالث، لو في انا ما اعرفش الماتيريال اللي فاضل قد ايه، وفضل يا اسامه اه سيف بيه زي ما انت تقدر. لسه في يعني اذا كان لسه في عنده اكتر يعني سلايد حجم معقول ممكن تبقى الجزء الثالث اللي اذا كان هو عنده مانع الاستاذ سيف. لا يا فندم، لا هو طبعا في جزء اللي لسه متبقي كبير، لان انا هتعرض بعد كده لحالات المعيار جابها على سبيل الحصر كيف يتعامل المعيار مع الحالات دي. وبعد كده زي ما قلت كده احنا لغينا حاجه اسمها محاسبه الولاء. يعني انا النهارده شركه بتديك نقاط، النقاط دي بتترتب على انك تاخد سلع مجانيه، هنتعامل معاها ازاي؟ ازاي اتعامل مع الصيانه اللي هي المعلن عنها والصيانه الضمنيه والصيانه غير الضمنيه؟ يعني في حاجات كتير جدا لسه في المعيار، فده ممكن يعني عايزه برضو ان شاء الله يعني محاضره على الاقل تانية يعني باذن الله. خلاص طب سيف بيه احنا يعني ممكن نكتفي كده النهارده ونقول ان المحاضره الثالثه طيب هنخليها. انا ليا رجاء طب بس واحده بس سيف بيه. طب اذا كان اي حد ليه اي اسئله عشان لا تتراكم، يعني لو في انت شايف ان في اسئله يعني قبل ما نخلص عشان يبقى اللي جاي يبقى خلصنا منه. لو في اي لا انا اقترح على معاليك تخلي لنا المحاضره الثالثه كلها تطبيقات، بحيث نشوف حالات عمليه كلها ونسميها تطبيقات على معيار الايراد، عشان المشاكل اللي فيه من ناحيه الـ 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 الالتزامات الاداء. انا معلش يعني طبعا معانا قامه كبيره دكتور ايمن وكيل اول الوزاره، وكان ماسك اداره كان في اداره الاسكان، يعني بتمنى برضو يعني في ظل اللي اتقال نسمع رايه، يعني فرصه لينا يعني. استاذ عماد، استاذ ايمن نبيه. ايوه هو أيوة استاذ عماد يفتح له ولا هو مفتوح له؟ لا هو مفتوح. السلام عليكم. انا بس ليا بس تعليق كده صغير على حته التطوير العقاري وموضوع الخمس سنين وتاجير. انا عارف الاستاذ بيتكلم فيها انه 5 سنين في ايراد مش بيخش، مش عايزين نفصل البيزنس والواقع مع مشاكل المعيار والتطبيق. الشركه في التطوير العقاري يا فندم مش هتفتح الا لو عندها راس مال عامل كبير جدا. هي بتشتغل 10 عمارات مثلا 10 او 5 5 او 20 20 حسب نسبه السيوله اللي عندها وراس المال العامل بتاعها والتمويل. من هنا ما بتوصلش الخمس سنين يا فندم. هو يقدر يخلص المجموعه مجموعه في 2 فقط، وده امر طبيعي. دي نقطه اولانيه. لكن ما فيش حد بيفتح يا فندم في 1000 وحده سكنيه ويقعد 5 سنين ينفذه. فدي تقدر تحل لك مشكله طول فتره تحقيق الايراد او التوزيعات وحق الدوله زي ما حضرتك قلت في الضرايب. النقطه الثانيه برضو في نسبه التنفيذ. مثلا وانت بتبني خرسانات وطوب احمر كل ده بيخلص بسرعه جدا ونسبه الربح فيه مش عاليه والالتزامات اللي فيها محدده. تعال بقى في الالتزامات بتاعه استكمال هذه الوحدات بتشطبها، بتاخد وقت اطول وعليها التزامات عاليه. في رايي تحقق الايراد هنا مش لازم احط نفسي في كورنر ان هو فقره واحده او فقرتين. في هنا اقدر اشتغل على التزامات شويه، اقدر اشتغل على نسب الاتمام، بس في اعتبارات كثيره جدا متخصصه في هذه الصناعه لازم تؤخذ في الاعتبار. شكرا. طبعا انا مقدر ان الوقت ضيق يعني. شكرا. يا استاذ سيف احنا يعني طبعا موضوع ممتع وظريف وطويل.
نرجو ان احنا يوم السبت القادم اذا سمحت لنا يبقى فيه تطبيقات وحالات عمليه بشكل اكتر كده. وفي اسئله كتير اسمح لي يوم السبت برضو اعرضها على معاليك في هذه المعالجات. انا شاكر لحضراتكم وشاكر لوقتك يا سيف بيه وشاكر لمداخلات زملاء اساتذتي الكبار استاذ عطيه والاستاذ ايمن والاستاذ الكبير الدكتور مصطفى عبد القادر. ونلقاكم على خير ان شاء الله يوم السبت القادم. متشكرين لحضراتكم خالص يا فندم. شكرا. العفو. على خير. اكلمك بقى يا دكتور.